حديث القاهرة قصص ومواقف، من مدرس بئر العبد إلى طلاب مصر، آخر وصايا الأستاذ سيد شهيد طابور المدرسة. أول يوم مدرسة في 50 صورة. كفاح فتاة من ذكرنس، شيماء سائقة التوك توك الجامعية في ضيافتنا. والليلة تفاصيل رحلة التوفيق، المتبرعون الأوائل بالأعضاء يحكون تجاربهم. هذا وأكثر في حلقة الليل. أهلا بكم في حديث القاهرة. مساء الخير مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا بحضركم وحلقة جديدة من حلقات حديث القاهرة. حلقة النهاردة الحد 2 أكتوبر 2022. النهاردة احنا لسه في الأيام الأولى للدراسة، لكن عندنا أخبار كتير متعلقة بالدراسة، وكمان عندنا متابعات لما حدث بالأمس وتابعناه، لأن حديث القاهرة مازال ممتد. خلينا نقول إن في بداية البرنامج احنا توقفنا قدام مشهد مهم، كانت الكلمة العليا فيه للقدر، يعني إنجاز لنا أن نقول إن حسن الخاتمة لمدرس النهاردة بعد رحلة عمل في مجال التعليم تجاوزت 30 سنة كانت في محراب المدرسة اللي حبها وعشقها، وكان حريص إنه في آخر لحظاته يكون بيقدم لأولادنا الطلبة رسالة، يمكن كانت وصية كمان. الأستاذ سيد مدرس الصحافة في مدرسة رمانة التجارية الثانوية ببئر العبد في شمال سيناء، النهاردة الصبح وكالعادة، لأن هو مدرس الصحافة، ألقى كلمة الصباح قدام تلاميذه، كلمة كانت عن نصر أكتوبر بما أننا في شهر الانتصارات، وما أعظم هذا الانتصار من أنه كان انتصار كتب بالدم في سيناء، والكلام كان في مدرسة في سيناء. بعد الكلمة اللي قالها للطلبة واللي كان فيها وصايا من أروع ما يكون وأبدع ما يكون، كأنها كانت خارجة من القلب في آخر لحظات، بعدها روحه صعدت إلى بارئها في وسط ذهول جميع التلاميذ والمدرسين وقرايبه وعيلته. محدش كان متصور اللي حصل. إحنا هنا في حديث القاهرة كان عندنا فيديو للكلمة اللي قالها النهاردة الله يرحمه قبل ما يرحل بدقائق معدودة، وإحنا بنعتبرها آخر وصايا الأستاذ سيد شهيد طابور المدرسة في مدرسة بئر العبد لكل طلاب مصر، مش بس طلبة المدرسة اللي كانوا معاه النهاردة في طابور الصباح. عشان كده حبيناكم تسمعوه وتشوفوا آخر ما قالوا لولادنا كان إيه، ويا رب الكلام ده يكون لكل الناس وكل ولادنا اللي لازم تفتخر بمصر وبتاريخ مصر. شباب مصر، الذين أكتوبر عندما تحمل المسؤولية لم يكن أمامه إلا خيارا واحدا وهو تحقيق النصر، فمهما كانت التضحيات والتحديات فالإيمان بالله وحده وبالوطن كفيلا أن يحقق الهدف. فجيل أكتوبر أعطى لنا القوة والمثل ورسم في عقيدتنا كيف نحمي وطننا ونحافظ عليه. فمصر منذ أن توحدت على يد الملك مينا قبل 5200 عام بقيت موحدة بالرغم مما تعرضت له من غزوات واستعمار. كان بيتكلم عن وحدة مصر، لكن أهم ما قاله في الفيديو ده واللي اتحفر في ذاكرتي أنا كمان، بيقول لهم إن بالإيمان والعلم والعمل والأخلاق هتقدر تعمل مستقبلك أيا ما كنت، مستقبلك أنت ومستقبل بلدك. إحنا معانا هنا في حديث القاهرة أول حد هيكلمنا عن اللي حصل واللي بعت لنا هذا الفيديو لحديث القاهرة علشان ننشره ونخلي الناس تشوف معانا عن قرب كلام الأستاذ سيد اللي إدى 30 سنة من عمره للدراسة. معانا دلوقتي على التليفون الأستاذ إيهاب المالح. أهلا بحضرتك معانا أستاذ إيهاب، هيكون معانا بس خلينا نبتدي، أستاذ إيهاب اللي أمدنا بالفيديو هيكون معانا بس خلينا نبتدي من سمع منه الكلمات الأخيرة، رفيق آخر لحظات آخر ثواني اللي سمع الوصية، الأستاذ حسام نصر الله زميلي الأستاذ سيد في المدرسة. أهلا بيك أستاذ حسام، البقاء لله. الدوام لله وحده، أهلا بحضرتك. البقاء والدوام لله، طبعا قلبنا معاكم ومع أهله ومع عيلته وأصحاب الرحلة 30 سنة، لكن آخر حد إحنا عرفنا إن آخر حد كان واقف جنبه في اللحظات الأخيرة واتكلم معاه كان حضرتك. إذا ممكن تقول لنا إيه اللي حصل بالظبط في آخر لحظاته
وقال لك ايه؟ والله طبعا هو انا مدرس تربيه رياضيه في المدرسه وكده، والطابور كان شغال بشكل طبيعي. هو كان من امبارح موجود في المدرسه، عنده اصرار يعني ان هو يشغل الميكروفون، وحس بتعب يعني في التجهيزات للعام الدراسي وكده، واصر ان هو يكمل. يعني احنا اوقات كنا نبدا العام الدراسي بالميكروفون، كنا نبدا عادي كده اول يومين ثلاثه ونبدا نظبط بعد كده، بس هو امبارح كان عنده اصرار يعني ان هو يشغل الميكروفون، والنهارده بدانا الطابور بشكل طبيعي. والجو كان حر، هو اول بدا يعني بدا الخطبه بتاعته او الكلمه بتاعته اعتذر للطلبه عن الحر وكده، وقال لهم انا مش هطول، وصلى على رسول الله السلام الاول وذكر ربنا واوصاهم ببر الوالدين وبر معلميهم، وقال لهم ما تزعلوش انا هقول كلمه قليله يعني ما حدش يزعل مني عشان الحر، وكانت قليله فعلا يعني، ربنا يرحمه ويتقبل منه يا رب. امين. وقال الحته اللي انتوا حضرتك سمعتيها دلوقتي بتاعت نصر اكتوبر. وبعد كده بعد الطابور انا وقفت معاه، وكان بيوصيني يعني ان هو عايز حاجه لوالدته كده، وقفنا مع بعض. وبعدين طلب مني ان هو هيحول لي الفيديو عشان اقصه له يعني الحته بتاعت الطابور بتاعت الكلمه وكده. وبعد كده هو ما فيش يعني وقت قليل، وحس بتعب وقدر الله ما شاء فعل يعني، ربنا يرحمه ويتقبله من الشهداء ان شاء الله، لانه هو راجل مات في يدي عمله شهيد باذن الله عند ربنا، نحتسبه من الشهداء باذن الله، نحتسبه من الشهداء ان شاء الله. وهو يعني ما شاء الله الناس كلها زعلانه عليه، لسيرته الطيبه كله يشهد له بالاخلاق الحميده وبالهدوء وبالاحترام والذوق. ربنا يرحمه يا رب، وربنا يصبر اهله ويصبرنا جميعا على وفاته. امين. هل كان ليه وصيه؟ يعني انت بتقول ان الموضوع بالاساس بدا من امبارح اجهاد في اثناء التحضير لعمليه البدء في العام الدراسي والتجهيزات للي بيحصل في طابور الصباح وغيره. من وقت ما حسب الاجهاد، هل يا ترى اداك اي وصيه؟ اداك هو اللي كان معاه امبارح يعني استاذ صبري محمد حسن، مدرس مدرسه رمانه الثانويه، وهو قال له انا حاسس ان انا هموت وكده، وانا حاسس ان انا تعبان. حتى النهارده الصبح برضه قال له انا حاسس ان انا هموت وكده، فاستاذ صبري قال له يعني ما تهزرش يا عم، كلنا هنموت ومش عارف ايه، وما تقولش كده. قال له انا حاسس كده بضغط خفيفه كده في صدري او في حاجه في المعده، فعادي يعني، كلنا توقعنا دور برد او حاجه عاديه يعني، ما حدش كلنا بنتعب وما حدش بيهتم يعني، على ان الموضوع حاجه بسيطه. وهو اصر ان هو يكمل. استاذ صبري قال له روح وكده كفايه النهارده، قال له لا لازم اخلص كل حاجه واخلص الميكروفون وكده واظبط كل حاجه عشان بكره لازم نبدا يوم الدراسي بالاذاعه المدرسيه وكل حاجه تبقى مترتبه وكده. ما كانش ليه اي وصيه خاصه يعني وانت كنت واقف جنبه اخر لحظه؟ وصيته ليا ان هو عايز حاجه لوالدته يعني، وربنا قدرني وانفذ وصيته. وهو يعني ما فيش اجمل من ان الواحد يتذكر يعني مثلا والدته ونفسه يفرحها في لحظاته الاخيره يعني، لاخر لحظه كان باري كمان بوالدته، ربنا يديها الصحه ويصبرها على الخبر. اتصور ان الخبر مش هيبقى سهل عليها ابدا. احنا بنشكرك استاذ حسام نصر الله. الاستاذ بقى صبري اللي هو رفيق الرحله اللي كان بيتكلم معاه من امبارح وبيقول له كنت حاسس، هو مدرس الجغرافيا في المدرسه، وهو صديقه اصلا من 45 سنه تقريبا، وهو اللي شال الاستاذ سيد للاسعاف. هو معانا على التليفون. استاذ صبري يعني البقاء لله، وقلبنا معاكم ومع عيلته، وانا اعتقد ان انت كمان اصبحت واحد من عيلته بال 45 سنه دول. بقاء لله يا فندم. الله يرحمه. بعزي اسرته الصغيره، بعزي اسره التربيه والتعليم بشمال سينا. نحن فقدنا انسان فاضل وانسان متميز في عمله وفي عيلته في القبيله، انسان صاحب قلم وصاحب كلمه، هو متخصص في الاعلام والاعلام التربوي تحديدا، بيمارس دور حبه. انا بعرف الاستاذ سيد من 1982، من اول المدرسه، من اول ما رجعنا من سينا ومن اول التحرير بدات علاقتي بيه في الفتره ديت. اسمنا كان متشابه، هو اسمه سيد محمد حسن وانا اسمي صبر محمد حسن. كانت صدفه غريبه. بعد كده بقينا في تواصل عائلي وتواصل اسري بتجمعني بيه قرابه من بعيد شويه. انسان متميز في كل شيء، صاحب حكمه وصاحب كلمه. واضح في الكلام اللي قاله النهارده لاولادنا. يعني في الرحله الطويله دي اصبحتوا اخوات يا استاذ صبري. بس اكيد اكيد بعرف اخواته وعيلته، عنده اولاد ووالدته، عنده اولاد، عنده ما شاء الله، عنده ابن كبير اسمه نادر، بنقول له ابو نادر. انسان فاضل وبيتمنى الخير لبلده دايما، ودايما بيشيل هم الصيادين. قريته متميزه ان هي الصيادين كلهم. دايما شايل هم الصيادين وعايز لهم الخير وعايز لهم معاشات والتامينات، دايما يكلمني عنهم. بقول له طب احنا يا سيد، احنا
احنا مدرسين ولينا دخل، قال لي ما هي المصيبه ان احنا لينا دخل، هم ما لهمش دخل. شايل هم الناس كلها. اجتمعنا امبارح ان احنا اتفقنا ان احنا نروح المدرسه نشيك على كل حاجه في المدرسه قبل بدايه العام الدراسي. حركه الطالبات هتبقى من فين؟ حركه الطلبه هتبقى من فين؟ عشان ما يبقاش في تدافع على السلالم. وده كله تطوع طبعا يا استاذ صبري. تطوع والله تطوع، امبارح احنا اجازه راحه ما فيش مشكله، فلكن تواجدنا احنا ومجموعه كبيره من اداره المدرسه ان احنا نعمل تشيك اخيرا. الميه بيبقى لها عندنا ظروف والكهرباء وكده، امنا المكان، ملينا الخزانات ميه، الكهرباء، هو اصر المايكات بتاعته والسماعه تشتغل عشان الاذاعه يحتفل. البنات اللي معاه في المدرسه اصر ان هو يقول كلمه، استغربت اقول له طب يكملوا البرنامج الاذاعي؟ قال لي لا، كلمه اكتوبر انا اللي هقولها. فعادي، انا عارف ان هو متمكن ولغه عربيه وتصريح، فيشاء ربنا سبحانه وتعالى. بيقول لي انا تعبان مرهق، فمن الارهاق احنا روحنا بعد الظهر من التعب، يعني كلنا تعبنا والله من امبارح. قال لي انا مجهد وتعبان ومرهق. يا سيدي انت كويس؟ بقول له انت كويس يعني، بس انا كنت حاسس كده بشحوب ووشه شاحت شويه كده، بس هو يعني ما فيش حاجه. ركب عربيته وروح وخلاص انا نسيت الموقف. قابلته النهارده الصبح يقول لي انا هموت. استغربت الكلمه، قال كررها تاني، كررها تاني. بقول له كلنا هنموت، حاولت ان انا اقلب الكلام لهزار. قلت له كلنا هنموت يا سيدي، ودي حاجات مقدره بايد ربنا سبحانه وتعالى. قال طب يلا يلا بسرعه على الطابور ونظبط الدنيا. الشغل كان كله همه الاول والاخير هو شغله واداء رسالته. هو زي ما بقول لحضرتك هو متخصص في الاعلام التربوي، حصل على كل الجوائز اللي بتعملها مديريه التربيه والتعليم شمال سيناء، كان بيفوز بيها. واضح من كلمته انه بيكتب بقلبه والكلمه، عنده مسؤوليه. لا وحضرتك خشي على الفيس بتاعه وشوفي كلامه، يهم الهم الوطن وهم الطلبه، ودايما صاحب مبادئ، له مكان مخصص في المدرسه، بيعمل مجلات حائط، انسان متميز، انسان فاضل. ربنا يرحمه، اصر ان هو يقول الكلمه بنفسه، مفيش حاجه خالص، بس كرر لي كلمه انا هموت. فانا قلبت الموضوع بتهريج، قلت له كلنا هنموت يا سيد، ايه في ايه؟ يعني طيب رحت للدكتور، قال لي لا ما اظنش ان انا هلحق اروح للدكتور. كلمه فيك طعم، ما اظنش ان انا هلحق. رحنا الطابور، ابص مسك المايك واتكلم ووسط الطلبه ببر الوالدين وبر المعلمين. احنا متفقين يقول كلمه اكتوبر عن النصر، وان احنا في شمال سيناء، وان احنا يعني احنا اقرب الناس اللي بنحس بفرحه النصر وبنحس باكتوبر، احنا اول ناس بنحس باكتوبر في شمال. اصر ان هو يقول الكلمه بنفسه. لقيته بيوسط الطلبه ببر الوالدين وبر المعلمين. انسان يعني غريبه. وبمصر بعد كده بقى انطلق بقى بالشهداء ويتكلمهم عن الشهداء نسينا، وكلها كانها وصايا. هو كان كاتب افكار كده في الورقه اللي بيطلع لحضرتك، هو كان كاتب افكار في ايده وفي ايده. بعد كده بقى يرتجل منها ويرجع للورقه تاني ويتكلم ويقول للطلبه انا عارف ان النهارده حرب مش هطول عليكم، بس تحملوني شويه. حتى ان زمايله بعض الزملاء التانيين كانوا عايزين يقولوا كلمات تانية، البرنامج طويل شويه، لكن هو ايه اختصر البرنامج بالطلب. طلعنا السلالم عادي خالص، سيد ما فيهوش اي حاجه. دخلنا المكتب قعد، على فكره بقول لحضرتك السيد مضى حضور وما مضاش انصراف. الله يرحمه. سبحان الله. مضى حضور في الجنة إن شاء الله مع الشهداء. نحتسبه شهيد لمهنته وشهيد لكلمته وشهيد للعمل اللي أداه بشرف 30 سنة كاملة. بس أنا عارفة أن ما كانش سهل أبدا أنك تنقل الخبر لعيلته. أنت رافقته في عربية الإسعاف للمستشفى. إحنا طبعا نزل على رجلين، نزلنا فوق لما كرر التعب، قلنا له طب خلاص نطلع لمكان هواء، لأنه بدأ يعرق ويقول لي حاجة معدتي فيها زي حرقان وفي نهضة كده. فحسيت بنوع من الاجهاد على وشه ونوع من العرق، قلنا له طب نطلع لمكان هاوي، احنا الجو عندنا الحمد لله مفتوح يعني شويه، فقلت له نطلع لمكان هاوي، خرجنا من الاوضه ونزل على رجليه على السلم، يعني نزل سليم معافى ما فيش فيه اي حاجه، بس ايده كده حاسس ان هو كده ايده بتتجه ناحيه صدره ناحيه قلبه. كلمنا الاسعاف قبل ما يعني بياخدوا بيانات اي متصل هم. فما خدتش دقائق، فبعض الزملاء بقى جرينا بعربيه، بعربيه حد من الزملاء، الاسعاف قريبه مننا، نقطه الاسعاف قريبه مننا. حوالي 2 كيلو تقريبا. وصلنا الاسعاف برضه يفحصوه الاول، ما فيش فيه اي حاجه، وهو يقول لهم لا كلمه بيكرر الكلمه انا هموت انا هموت، لا خلصوا بسرعه ودوني هنام. الاسعاف نقلوه بسرعه على مستشفى دير العبد، توفى في الطريق وانتهت رحله السيد محمد حسن الله يرحمه. تم تشخيص الوفاه بسبب مدرسه رمان التجاريه. تم تشخيص الوفاه بسبب معين؟ لا هو احنا كلنا خلاص لما بقينا بقى نذاكر ونراجع الحاله ونسمع عرفنا ان المشكله كانت في القلب واحنا ما نعرفش يعني. الله يرحمه الله يرحمه ويصبر والدته. والدته ست فاضله، وعندها عنده اخواته كلهم متعلمين، خواته
بنت مسنة، ربنا يصبرها ويصبر أسرته ويصبر زوجته وأولاده يا رب. آمين. كان 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 جلالته طبعا شمال سيناء كلها كانت في جنازة النهاردة. رب أجيال. آه طبعا طبعا، والله بقول لحضرتك خش شوف الفيس عنده، شوفي كلامه وشوفي معاناته وشوفي صاحب قلم وصاحب كلمة، بيحب بلده وبيحب يربي أجيال، يتعامل مع الطالبات كأنه والدهم، وينتقل إن حد الشعر ويصنفهم. ما حدش هينساه ابدا يا استاذ صبري في ال 30 سنه اللي خرج على ايده. كل حد في مكان اكيد هيدعي له دلوقتي، واكيد بيدعي له بالرحمه والمغفره. عمرنا ما ننسى، مهموم بهموم الوطن وهموم التعليم وهموم البلد، انسان على خلق، انسان فاضي، عمره ما صوته عالي على حد، عمره ما كل الناس في اي مكان عامل في اي مدرسه بيبقى بينهم حزيات مشاكل خلافات، ده لا ده لا، بتحس انه زي الناس، خلص شغله متواجد في كل مكان في كل مناسبه، بيجهز احتفالات اكتوبر واحتفالات اعياد سينا واحتفالات مناسبات، يقول لي دي الطالبات دي عاملهم، مصنف الطالبات والولاد عنده، ده اللي بيلقي الشعر، اللي بيألف اشعار، اللي بيكتب خواطر، اللي بيعمل مجلات. اعتقد عيلة المدرسة كلكم كنتوا عيلة واحدة زي ما انتوا عيلة واحدة في الرحلة الطويلة اللي امتدت ل 45 سنة، عزقنا ليكوا يا استاذ صبري، وعزقنا للحاجة والدته وربنا يصبرها يا رب، وزوجته واولاده، والبقاء لله، وبنحتسبه شهيد. لكن دلوقتي معانا على التليفون السيد اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه، محافظ شمال سيناء. اهلا بحضرتك معانا سياده المحافظ. اهلا بحضرتك واهلا بالساده المشاهدين. يعني الحقيقه النهارده سقوط شهيد، خلينا نقول في اثناء تاديه واجبه في مدرسه، اكيد شيء ألمنا كلنا، بس مش عارفين اذا كانت حصل اي تواصل بين حضراتكم وبين اسره الاستاذ سيد النهارده بعد ما توفى ولا لا. هو طبعا يعني بنقل تعازي اهالي محافظه شمال سيناء كلها الى اسره، خلينا نسميه شهيد العلم فعلا، لانه يعني كان موجود في داخل المدرسه بيمارس عمله، فده يعتبر شهيد من شهداء العلم. وان شاء الله ان شاء الله في اقرب فرصه هنطلق اسمه على مدرسة من مدارس يا إما رمان أو مركز بير العبد بشكل عام، لأنه طبعا قدوة زي ما سمحت من زملائنا ومدير الإدارة، كان قدوة لزملائه، فيعني بنحتسبه عند الله شهيد إن شاء الله. يستحق أبلغ تكريم من يعني محافظ سيناء وقراراته لواحد من أبنائها اللي ادى المهنة زي المهنة المقدسة دي، مهنة التعليم 30 سنة من عمره. حضرتك تحب يعني توجه أي رسالة لأسرته أو للطلبة النهاردة اللي كانوا موجودين في المدرسة؟ هو أنا طبعا بس الحاجة يعني اللي الواحد مش لاقي لها تفسير، إن إحنا إن هو طبعا يستشهد في اثناء احتفالات المحافظه باعياد اكتوبر، وانا للاسف عرفت بعد، لان انا كنت في مرور وافتتاح في مدينه الحسنه في وسط سيناء، وبعد ما رجعت عرفت الخبر، فطبعا يعني حاجه مؤلمه، ولكن يعني هو توفاه الله في اثناء الاحتفالات باعياد اكتوبر، وهو اصلا القريه اللي هو ساكن فيها اسمها قرية 6 أكتوبر، فيعني مصادفة يعني ما الواحد ما يقدرش يحكم فيها، إنما يتأمل بس في ترابط الأحداث، وإن شاء الله يعني أنا من خلال برنامج حضرتك يعني أسرته إن شاء الله نشملها بالرعاية إن شاء الله، وكل اللي هم عايزينه إن شاء الله يتم الاستجابة له. وهو طبعا يعني في آخر كلمته واتكلم كتير عن حرب أكتوبر، وإزاي الناس كلها أو الطلبة وزملاء أعضاء التدريس يبقوا نموذج ليأخذوا دروس مستفادة من حرب أكتوبر، ولكنه أنهى كلمته بتوصياته لأبناء الطلاب. صحيح. دي طبعا برضو يعني بتأثر شوية، إنه هو بدأ كلمته بزملائه اعضاء هيئه التدريس وابناء الطلبه، ونهى كلمته بتوصياته لابناء الطلاب بيشد من ازرهم. صحيح. بيأكد معاهم على قيمه العلم والمعرفه، وانه يلاحقوا التقدم اللي هو حاصل في
خلال أمانة الكلمة معالي المحافظ، وإحنا بنشكر حضرتك دايما سباقين بالخير، وقراراتكم دايما بتكون سباقة لمساعدة كل حد وكل شخص يستحق أن أنتوا تقفوا وتقولوا له شكرا على ما أديتم. وبنشكرك جدا للقرارات اللي حضرتك أخذتها دلوقتي على الهواء، ويعني عزائنا مرة تانية لأهل سينا سيادة اللي هو الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سينا، شكرا جزيلا. للأسف كنت أتمنى أقول لكم الخبر الثاني خبر مفرح أو مبهج، لكن للأسف الخبر الثاني اللي معانا النهاردة بنبتدي بيه بداية حلقتنا ما هوش سعيد قوي. من الأمل اللي كان عندنا مبارح، كان أمل كبير جدا، وإحنا شايفين الملحمة اللي خارجة في الصحراء، أكتر من 100 عربية دفع رباعي معاها طيران علشان محاولة البحث وإيجاد 3 من أهل مطير أو قبيلة مطير. وإحنا عارفين إن قد إيه صعب التوهان في الصحراء، 2 إخوات وابن واحد فيهم. الأساسي فيهم اسمه بيلقبوه بإنه صقر الصحراء من كتر ما هو خبير بدروب الصحراء وشعبها، كان عندنا أمل لحد اللحظات الأخيرة. النهاردة حصل تطور كبير جدا في الموضوع. الحقيقة يعني للأسف من ساعة ما كنا معاكم امبارح وقلنا ان احنا هنتابع بالتفصيل لحد قبل ما نبتدي الحلقه بثلاث ساعات تقريبا او 4 ساعات، بدات توصل لنا الفيديوهات على ان بدانا نلاقيه في عصور، وبداوا يبعتوا لنا الفيديوهات اول باول، والعربيه الدفع الرباعي اول ما شافت العربيه بتاعته من بعيد، وحالات امل في ابهى صورها. ان شاء الله حيين، ان شاء الله حيين. العربيات بتتجه للعربيه اللي على بعد لا يقل ابدا عن، يعني انتوا عارفين المسافات في الصحراء بتبقى كل حاجه باينه لا تقل عن 700 متر 1000 متر كيلو كامل، لحد ما وصلوا والالم الامل معاهم، عايزين يشوفوهم حيين وعلى قيد الحياه. الفيديوهات اللي وصلت لنا هتشوفوها دلوقتي بالتتابع دي كانت العربيات لحد لحظه الوصول، ان شاء الله عايشين، ان شاء الله عايشين. ولما نزلوا تاني فيديو بعيدا عن الصوت اللي مش هيكون معانا دلوقتي اثناء العرض، الأستاذ أول حد وقف وصور من جنب العربيات قال كلوا الطيور اللي كانت موجودة. احنا عارفين إن هم بقالهم أكثر من 6 أيام تايهين في الصحراء، وقبلها كانوا طالعين قبلها بأكثر من 5 أيام أو أسبوع. عرفنا إن تم العثور على جثثهم، الله يرحمهم ويصبر زويهم كلهم وقبائلهم كلهم. ومن شوية آخر صور وصلت لنا من يدوب دقايق هي وصول الجثامين لمقر القبيلة عند عائلتهم، وده طبعا كانت لحظات مؤلمة جدا، لأن احنا شفنا مظاهرة في حب هذه العائلة وهذه القبيلة من كل أهالي مطروح من ساعة ما ذاعنا امبارح الفيديو، والناس بتدعي لهم وتتمنى ان هم يرجعوا. خلينا نشوف تفاصيل أكتر عن ما حدث وإزاي لقوه من خلال ضيفنا عبر زوم اللي كان موجود معانا واللي وعدنا انه هيتابع معانا الأحداث، السيد سيد حبون أحد أهالي مطروح. أهلا بحضرتك معانا أستاذ سيد، البقاء لله. ازاي حضرتك استاذه؟ والبقاء لله وحده، البقاء لله. عارفين انها لحظات مؤلمه جدا، ولحد اللحظات الاخيره كان عندكم امل، بس لحظات يعني احنا في حاجات في الفيديوهات كانت باينه اللي وصلت لنا، وحاجات لا، لما لقوهم كانوا بره العربيه، ما كانوش جوه العربيه، وكان في اثار اقدام على امتداد الصحراء، رجلين عريانه يعني من غير احذيه. لقوهم فين حضرتك؟ الاول ابدا، انا عايز اقول بس ان الفاجعه كبيره، والمصاب جلل، وانا لله وانا اليه راجعون، انا لله وانا اليه راجعون. مات مطير، مات شهيد لقمه العيش، مات، الله يرحمه، مات مطير وهو ذاهب وقاصد لقمة العيش بالحلال، مات وهو رايح يأمن رزق أولاده وأسرته اللي لسنة كاملة ككل عام من الجوع والعطش، وهو مات من الجوع والعطش. كل قبل ما أبدأ نتكلم في تفاصيل الأحداث بتاعت النهاردة، أنا عايز أقول إيه اللي بينك وما بين ربنا يا مطير ليلتف حولك هذه الملايين، مش آلاف، ملايين بمعنى كلمة ملايين مش آلاف، من جميع القبائل العربية المصرية، من المنيا
مش هذكر محافظتي لأن بالطبيعي كل المحافظة كانت متضامنة، وبكلمة الفزع كانت وراء مطير وأسرته وخرجت تدور من جميع. أستاذ سيد، احنا عارفين ان الموضوع قد ايه صعب، احنا مدركين ده كويس، ويكفي ان احنا نتصور ان في ثلاثة اخين وابن موجودين في عربية واحدة بس من غير اكل ومن غير شرب لمدة 6 ايام، في حد ذاته الموقف مرعب ان احنا نتصوره، لكن عايزين نعرف وصلت لهم فين بالظبط. هل يا ترى لقيتوا يعني الوضع اللي لقوه اول ما لقوا العربية، كانوا هم جوه العربية ولا بره العربية؟ الوفاة تمت نتيجة تعرض لأي حادث أو هجوم ولا نتيجة الجوع والعطش فعلا؟ لا، الأول طبعا التمشيط في المكان كان مستمر بقاله من ساعة ما أعلنوا عن اختفائهم، فالنهاردة الساعة 1:30 تقريبا وبالتحديد في أحد الأقارب للمطير رحمة الله عليه توصل إليه على العربية، وبالتقريب كده ما كانش مصدق نفسه ان دي العربيه، وكان بيقول يا رب ان تبقى دي عربيته. وبالفعل اول ما وصل لقى العربيه، بس للاسف كانت بدون مطير وبدون العيل اللي هو ابنه واخوه. ايوه، ابنه واخوه. ومن هنا بدات دائره البحث تقترب على مطير الله يرحمه، فبدأوا يتقصوا الجرة اللي ماشي عليها مطير في الصحراء. فبدأوا يتقصوا عليه، مشوا وراء الجرة بتاعت رجله، وهو بصفته كان خبير في الصحراء كان سايب أثر ورا منه. كان سايب أثر ورا منه اللي كان بيتتبعوه جميع الناس اللي كانوا بيدوروا عليه في الصحراء، ولكن كان قدر الله أقوى من أي إرادة، وإرادة الله كانت أقوى من أي شيء، فمشوا وراه وكنا خلاص يعني وصلنا البصيص من الأمل، وبقينا نقول إن هم بإذن الله عايشين، بإذن الله عايشين، ورجع فينا الأمل تاني، رجع فينا الأمل تاني على مستوى المحافظة. وبعدين وإحنا فرحين وفي نفس الوقت مسكين قلوبنا. مشوا ورا الأثر بتاعه، وإذ تجينا الأخبار المحزنة إن يلاقوا جثة شهيد لقمة العيش بعد مسافات طويلة عن عربيته، متوفي من الجوع والعطش، وبعديها يلاقوا باقي الأسرة اللي هو ابنه وأخوه رحمة الله عليهم، أرضوا أيضا نحتسبهم عند الله الشهداء وهم أكيد ذاهبين للقمة العيش. الله يرحمهم ويصبركم، واحنا شفنا قد ايه ان كان عندنا امل حتى اللحظات الاخيره. عزائنا لكل قبائل مطروح وعيلته واهله، وبنحتسبه هو كمان شهيد لقمه العيش زي ما حضرتك قلت. بنشكرك جدا لانك كنت بتتابع معانا من امبارح السيد سيد حبون. تعزينا لكل القبائل العربيه، والبقاء لله، وانا لله وانا اليه راجعون، وليس افضل من هذا رجاء يعني. شكرا جزيلا للاستاذ سيد حبون، واحد من أهالي مطروح. للأسف كنت أتمنى زي ما قلت لكم أبتدي معاكم بقصص مبهجة، بس إن شاء الله بعد هذا بعد عنوين الأخبار نرجع نبتدي معاكم قصصنا الإخبارية، ونلاقي فيها شوية حاجات نتنفس بيها كده النهاردة، نلاقي حاجات كويسة معانا، لأن عندنا دايما زي ما بيبقى فيه ألم بيبقى فيه أمل. عنوين الأخبار بعدها نبتدي معاكم قصصنا الإخبارية في حديث القاهرة. الرئيس السيسي يوجه الحكومة والبنك المركزي ببلورة مبادرات جديدة لتحفيز وجذب الاستثمارات الخارجية إلى مصر. الرئيس يستقبل وفداً اقتصادياً من رموز مجتمع الأعمال بالكويت. ميلوني تشكر الرئيس السيسي بعد تهنئتها بفوز حزبها في انتخابات إيطاليا. الحكومة صدور 563 قرار علاج على نفقة الدولة خلال الربع الثالث من 2022. الصحة تنفي إنشاء 12,000 غرفة عمليات بالمركز الإقليمي لزراعة الأعضاء. التموين تطرح 3 فرص استثمارية لإنشاء مصانع لإنتاج زيت الطعام. النقل تعلن انتهاء تطوير كوبري مسترد وربطه بطريق إسماعيلية الزراعي. وزير الخارجية: الأزمة الأوكرانية الروسية أثرت على الوضع الجيو استراتيجي الدولي.
الفرق المصرية تواصل أعمال تطوير كورنيش غزة ضمن منحة مصر لإعمار القطاع. إيطاليا تستدعي سفير روسيا احتجاجاً على تصريحات ضد إعلامها. رئيس إندونيسيا يأمر بإيقاف الدوري بعد وفاة عشرات المشجعين. مانشستر سيتي يكتسح مان يونايتد في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي. انخفاض بدرجات الحرارة غداً بأغلب الأنحاء، والعظمى بالقاهرة 33 درجة. دي بقى ملامح البهجة اللي كانت موجودة النهاردة في أول يوم مدرسة. ولادنا وهما بيستقبلوا السنة الجديدة حصلت أكيد حاجات كتير النهاردة في أول يوم دراسي، لكن حبينا نبتدي اليوم بدفعة التفاؤل اللي رصدها زمايلنا، مجموعة من يعني المصورين المحترفين البارزين، ولادنا في المعاهد الأزهرية وهما رايحين المدرسة، الإخوات وهما ماسكين في إيد بعض، الصحاب إزاي يعني بيتقابلوا من الصبح. أول يوم مسكت القلم الرصاص وهلم جر، كل الحاجات الحلوة واللقطات المبهجة دي كانت موجودة النهاردة هي كمان في بداية العام الدراسي بعيون وعدسات زمايلنا المصورين. واللي طبعا يعني على فكرة أنا بشكر جدا أصدقائنا اللي صوروا الصور الحلوة دي، المصورين الرائعين، زميلنا العزيز المصور الأستاذ أحمد حماد، وزميلنا الأستاذ محمد أسد، والأستاذ محمد شكري. يعني من أجمل الصور اللي دي الدفع التفاؤل كده. بعدين زي ما انتوا شايفين كده ان الأعمار الصغيرة كانت راحة كلها تفاؤل، يعني لفت نظرنا طبعا الصحاب، لفت نظرنا اللي رايحين المعاهد الأزهرية، شايفين قد ايه ولاد يعني زي القمر، الأم اللي شايلة بنتها فرحة أول يوم. يعني اللي مودي ولاده الاثنين على العجلة، شايفين الألوان والأشكال والبهجة، الله على الجمال. يعني في وسط كل الحاجات الحلوة دي كمان كان في أخبار كويسة إن النهاردة الحمد لله، الحمد لله ما كانش في أي شكاوي من الشكاوى اللي كانت موجودة معانا قبل كده متعلقة باستلام الكتب المدرسية. الحمد لله ما كانش فيه أي تأخر، تم استلام الكتب المدرسية في مواعيدها والولاد دخلوا بيها للدراسة. كمان المناهج الجديدة ما فيش أي تعليقات عليها حتى الآن، إن شاء الله هنتابع معاكم طبعا الحاجات اللي هتكون موجودة. وتصوروا اليوم الرياضي بدأ من أول يوم والناس كانت مبتهجة فيه، يعني وإن شاء الله يكون الاقتراحات اللي تقدمت عندنا هنا في حديث القاهرة قابلة للتنفيذ، واللي كان أهمها أن يتم الاستعانة ببروتوكولات تعاون مع مراكز الشباب وأصول الثقافة، سواء كان يوم رياضي أو يوم فني، وده هيوفر كتير على المدارس زي ما قال ضيوفنا هنا الخبراء والصحفيين الكبار في مجال التعليم في حديث القاهرة. دي كلها حاجات حلوة، حاجات حلوة ابتهجنا بالصور العظيمة دي، لكن بصراحة في حاجات تانية حصلت ما كانش ينفع ما نتوقفش عندها. يعني بعد اللقطات الإيجابية دي احنا شفنا كمان بعض الأحداث، خلينا نقول الحوادث اللي حصلت النهاردة. يعني أنا هبتدي معاكم من آخر حادثة اللي حصل فيها آخر تطورات، يعني وهي الحادثة اللي حصلت في مدرسة، انهيار سور سلم مدرسة في كرداسة. ده كان حادث أليم في أول يوم في بداية العام الدراسي للناس اللي بدأت النهاردة في محافظة الجيزة، أثناء تدافع الطالبات علشان يوصلوا لفصولهم، أو تدافع كل اللي كانوا موجودين الحقيقة عشان الوصول للفصول. كانوا متفائلين، سعداء، عندهم رغبات بأن هم أكيد يعيشوا يوم كويس. ما كانش حد متصور أن ينتهي اليوم بأن السور بتاع السلم الداخلي للمدرسة اللي هي مدرسة المعتمدية الإعدادية بنات في كرداسة يقع ويتم إصابة 16 بنت بمختلف الإصابات والكسور والكدمات ويتنقلوا للمستشفى. مشهد صعب وغريب زي ما احنا يعني شايفين. الصورة كانت بتتكلم لوحدها. طبعا احنا عرفنا من شوية خبر وفاة
إحدى الطالبات اللي اتصابوا في حادث انهيار السور، ربنا يرحمها ويصبر أهلها يا رب، أمين. موقف مؤلم، العيلة ما تصورش طبعا دلوقتي وضعها، وهي بتتصور يعني إن بنتها كانت هترجع لها من المدرسة وهي فرحانة، مش هترجع. الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم قدم التعزية لأسرة الطالبة اللي توفت النهاردة في وقعة انهيار سور مدرسة المعتمدية، وقرر صرف تعويض مادي أو دعم مادي لأسرة الطالبة 100,000 جنيه. طيب الوزير كان ليه قرارات تانية، وهو إحالة مدير الإدارة التعليمية ومدير المدرسة والمشرفين على المبنى للتحقيق ده تمهيدا علشان يتم اتخاذ إجراءات قانونية بشكل عاجل وحازم. وطبعا هيكون ده بالتوازي مع مباشرة النيابة العامة التحقيقات في اللي حصل علشان نشوف المسؤولية الجنائية تقع على مين. سيادة الوزير كمان وجه هيئة الأبنية التعليمية في المحافظة بتشكيل لجنة هندسية للتأكد من سلامة جميع المباني المدرسية على مستوى الجمهورية وترفع له تقرير بحالتها في أسرع وقت ممكن. النائب العام في اتجاه آخر أمر بالتحقيق في وقعة انهيار سياج خرساني بمدرسة المعتمدية الإعدادية بكرداسة اللي احنا قلنا عليه السور الخاص بالسلم الداخلي. من الحاجات كمان اللي انتشرت النهارده دي واقعه، كانت واقعه مؤلمه، واحنا بنقدم التعازي لاسره البنت وان شاء الله بقيه 16 بنت يخرجوا بالسلامه من المستشفيات ونطمن عليهم. وعندنا هنا ملاحظه مهمه جدا، اذا كانت هيئه الابنيه التعليميه هتشرف على سلامه المباني التعليميه ليه تشرف عليها من دلوقتي؟ ما كان عندنا شهور الصيف ثلاث شهور صيف، ليه ما مروش على المدارس كلها وتم اعتمادها انها صالحه وسالمه ومش هيبقى فيها اي مشاكل لا فنية ولا خاصة بالبناء ولا عيوب قبل ما أولادنا يدخلوا؟ ده سؤال، الإجابة هناخدها أكيد من المسؤولين. كان في كمان حادثة أخرى مثار تساؤلات كتيرة عن كثافة الفصول في بداية العام الدراسي، كان من ضمنها حاجة لم تكن حقيقية وتم نفيها فورا، وهي صورة لقائمة بأسماء الطلبة في فصل بتحمل القايمه دي اسم المدرسه بتاعت مدرسه الشهيد عبد الله عيسوي الابتدائيه في القليوبيه. كان القايمه دي فيها كام واحد في الفصل؟ 119 واحد. 119 شخص في الفصل، دي مش كثافه فصول، ده الناس قاعده فوق بعضها يعني، ما وده طبعا هو اللي شغل الناس وتم تداوله و الى ان خرجت الوزاره ونفت صحه الصوره دي تماما وقالت إن ده مش حقيقي، قالت إن المدرسة دي أساساً بتشتغل بنظام الفترتين، كثافة الفصول فيها لا تتعدى الـ 65 أو الـ 75 طالب في الفصل، ومش بتوصل أبداً للأرقام دي، وإن تماماً القايمة دي عارية تماماً من الصحة. نفس موضوع برضو المباني واللي ما كانتش كاملة وكثافة الفصول، هنروح لإدارة الخنكة، كان الحديث فيها برضو عن كثافة الفصول، لأن قرر السيد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية إحالة مدير الإدارة التعليمية بالخنكة للتحقيق، واستبعاد مدير مدرسة الشهيد تامر عبد الله بكفر حمزة لأن هم أثروا في أداء عملهم. ليه بقى؟ الواقع باختصار إن أعمال التطوير في المدرسة ما خلصتش، فلقينا الطلاب بتوع المدرسة دول متكدسين وواقفين في المعهد الديني اللي تم تسكنهم فيه علشان تنتهي لحد ما تنتهي الاعمال بالتطوير اللي خاصه بمدرستهم. يعني زي ما انتم شايفين الصوره لوحدها بتتكلم الحقيقه يعني كواليس اللي حصل النهارده من مشكلات وازمات تستدعي مننا ان احنا نقف ونسال الجهه المعنيه وهي وزاره التربيه والتعليم علشان نعرف بالظبط ايه ما تم اتخاذه من اجراءات، وليه يا ترى كان في تأخر في بعض الأشياء زي ما شفنا في التوجيهات الخاصة بهيئة الأبنية التعليمية مثلا، إذا كنا فاهمين الموضوع زي ما هو بالظبط كده. خلينا ناخد الإجابة من زميلنا العزيز الأستاذ الكاتب الصحفي الأستاذ شادي عبد الله زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم. أهلا بحضرتك معانا يا أستاذ شادي. اهلا بحضرتك، اهلا بيك استاذ انشاد. يعني كنا نتمنى نتوقف عند الصور الاولى اللي هي كانت كلها بهجه وفرحه اللي صورها مصورينا وزمايلنا الصحفيين الكرام، لكن الحقيقه الاحداث كانت كبير. سور مدرسه المعتمديه وقفنا قدامه انه خاص بان سلامه البناء لم تكن معتمده، وعشان كده عملنا لجنه للتاكد من سلامه الابنيه دلوقت. ليه ما تشكلتش اللجنه دي قبل كده يا فندم؟ طيب خلينا بس في البدايه حضرتك نقول ان النهارده يعني كان اكتمال دخول 25 مليون طالب لاجمالي 59,000 مدرسه.
فيعني طبعا احنا عاملين متابعه دقيقه على مدار النهار لانتظام العمليات التعليميه بتوجيهات من الدكتور رضا حجازي. طبعا حادث التدافع المؤسف اللي وقع النهارده في مدرسه المعتمديه، يعني خلينا نقدم خالص التعازي والمواساه لذوي الطالبه. وزي ما حضرتك قلت طبعا دكتور رضا حجازي يعني وجه بصرف دعم مادي لاسره الطالبه 100,000 جنيه. حضرتك بتسالي يعني ايه اسباب التدافع وايه سبب سقوط السور؟ هو طبعا في تحقيقات شغاله سواء من جانب الوزاره او سواء طبعا من جانب النيابه العامه والنيابه الاداريه، ولكن احنا خلينا نقول ان في تحديات وفي مشاكل. تحديات والمشاكل الموجودة، واحنا يعني الوزارة عندها عزم وقدرة ان شاء الله بإذن الله ان هي تواجه اي مشكلة وتقوم بحلها بشكل سريع. وطبعا يعني كان في توجيهات للدكتور رضا حجازي النهاردة واضحة بحالة مدير الإدارة التعليمية ومدير المدرسة والمشرفين على المبنى للتحقيق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشكل عاجل وحازم لكل اللي تورطوا او ثبت مسؤوليتهم عن الواقعة سواء بشكل مباشر او غير مباشر. احنا شفنا الاجراءات يعني السريعه والفوريه دي. في خطا بشري في التنظيم، في خطا بشري، خلينا نقول ان في خطا بشري في التنظيم، ولكن ده لا يعفي من المسؤوليه، لا يعفي تماما من المسؤوليه. والوزاره لن تقبل باي خطا من هذا النوع طبعا اللي بيتسبب في حاجه مؤلمه ومؤسفه زي دي. وباذن الله ان شاء الله بيتم حاليا مراجعه بشكل كامل لكافه الابنيه التعليميه بتوجيهات من الدكتور رضا حجازي، وان شاء الله باذن الله ان شاء الله نامل ان يعني لا توجد اي مشاكل او حاجه حتى يعني تذكر باذن الله ان شاء الله خلال الفتره الجايه باذن الله. ده احنا كمان بنتمناه الحقيقه يا استاذ شادي. احنا شفنا سرعه اتخاذ القرارات والاجراءات وتحويل الناس للتحقيق وحتى التواصل مع اسره البنت وما حدث، لكن السؤال هو اذا كان في لجنه تشكل للبحث في سلامة الأبنية التعليمية، لماذا لم تشكل هذه اللجنة من قبل؟ ليه ما بتبقاش في فترة الأجازة الصيفية علشان ولادنا وبناتنا يدخلوا وإحنا مطمنين على الأماكن اللي هيدخلوا فيها؟ هل يا ترى في أسباب لتأخرها؟ اللجنة دي بتنعقد بس بناء على قرار السيد الوزير ولا بصفة دورية عشان تشوف المدارس وسلامتها؟ لا، اللجنة مشكلة بالفعل يا فندم، وتوجيهات السيد الوزير النهاردة كانت متعلقة بإعادة المراجعة مرة أخرى. يعني هي رجعت قبل كده؟ بالضبط. وكان تقريرها بيقول ان الابنيه سالمه؟ طبعا هو حاليا بيتم التحقيق طبعا في كل اداره على حده. يعني خلينا نقول ما نقدرش نعمم على مستوى الجمهوريه ان ده تم بشكل دقيق، ولكن طبعا بيتم المراجعه بشكل دقيق حاليا على كل اداره في كل اداره على حده. طيب استاذ شادي، عندنا سؤال تاني، لان من الاشياء اللي بتستغل كمان وشفنا ان انتوا نفيتوا خبر فيها خاصه بكثافه الفصول، لكن شفنا خبر تاني حقيقي ان مدرسه لم يتم الانتهاء منها في كثافه فصول، وحتى لما بنتكلم على 65 و75 ما زلنا بنتحدث عن كثافه الفصول. هل في اي اجراءات هيتم اتخاذها او حاليا في التخطيط ليها علشان تقليل كثافه الفصول؟ واحنا عارفين ان ده طبعا سواء كان صحيا او فكريا او علميا حتى للاستيعاب شيء مهم جدا للطلبه، في اي اجراءات؟ طبعا خلينا نقول طبعا استاذه ان التحدي الزياده السكانيه هو امر من اكبر التحديات اللي بتواجه الدوله المصريه. وفكره طبعا ان مواجهه تحدي الكثافه في الفصول هو امر الوزاره بتاخده على عاتقها على قدم وساق علشان خاطر ان هي تحاول اعاده توزيع الكثافه الطلابيه على مستوى الجمهوريه كلها. هو امر بيحتاج وقت وليس يعني بين اللحظه وضحاها، يعني لا يمكن ان يتم ده في ظرف ايام او في ظرف شهور قليله. فطبعا في باذن الله يعني خطه ان شاء الله وضعتها الوزاره وبتوجيهات من سياده الوزير ان باذن الله يتم معالجه الكثافه الخاصه بالكثافه الطلابيه في الفصول. وخليني بس اتطرق للنقطه الخاصه بالمدرسه النهارده اللي كان المنشور بتاعها متداول. هو منشور قديم بالمناسبه، هو مش منشور اي واحده فيهم يا فندم، المنشور الخاص بال 119 طالب. بس احنا حضراتكم طلعتوا نفي ان ده مش حقيقي وان المدرسه دي فيها فترتين على حسب ما نشر. ما هنا انا هستكمل الكلام لحضرتك. هو الامر مش حقيقي، هي المدرسه بتعمل على فترتين، فتره صباحيه وفتره مسائيه، وتم فيها توزيع الكثافه الطلابيه على الفترتين.
عظيم. اذا في اجراءات حاليا سواء كانت بالفترتين او بالفصول الجديده اللي بيتم انشائها واللي هيتم افتتاحها تباعا. وبالمناسبه استاذ شادي احنا بنشكرك طبعا جدا على الاجابه على اسئلتنا، وهنتابع مع حضراتكم نتائج التحقيق اذا كانت اللجنه دي كانت بتنعقد بصفه دوريه وتبعت الابنيه التعليميه، ليه ما كانش ده موجود في التقارير اللي قبل كده. شكرا جزيلا يعني الاستاذ شادي زلط المتحدث الرسمي باسم وزاره التربيه والتعليم على كل المعلومات اللي اديتها لنا. طيب بما اننا بقى لسه في بدايه العام الدراسي وبنتكلم على اول يوم، النهارده انتظمت امبارح والنهارده خلاص المدارس بدات، كان في اجراءات بتتم في وزارات اخرى كان من اهمها اجهزه وزاره الداخليه اللي كانت متواجده بشكل مكثف جدا في الشوارع علشان ضبط الحركه المروريه لتامين الوصول للمدارس والمعاهد والجامعات والطرق المؤديه ليها. التواجد الامني والمروري كان موجود بشكل ظاهر جدا لكل الناس اللي كانت في الشوارع النهارده، شافت قد ايه ان كان في محاولات من كل الاتجاهات وتكاتف علشان تسهيل وتيسير حركه المرور. الناس كلها 25 مليون طالب بنتكلم، يعني ربع جمهوريه مصر العربيه بيروحوا المدرسه الطلبه، تخيلوا اهاليهم بقى. ايه اللي كان حاصل على الصوره على الارض؟ ده التقرير اللي هنشوفه دلوقتي من خلال الصوره، ونرجع نكمل معاكم هنا فقرات حديث القاهره واللي جاي. فتاة جامعية، تصوروا بعد ما تخلص كلية الآداب قسم علم نفس تشتغل سواق التوك توك ليه؟ بعد الفاصل وبعد التقرير هنعرف. مع انطلاقة عام دراسي جديد كثفت وزارة الداخلية من انتشارها الأمني على مستوى الجمهورية لتأمين المدارس والجامعات، حيث وضعت الوزارة خطة أمنية متكاملة لتحقيق مزيد من الأمن والأمان لجموع الطلاب في مختلف المراحل الدراسية. صراحة أول ما جيت ولقيت أفراد الشرطة نفسهم هم اللي واقفين على باب المدرسة في وجود أول يوم دراسي والطلبة والبيرنتس وناس كتيرة داخلة، ولاقي المنظر ده بصراحة يعني انبهرت، حسيت بأمن أكبر وحسيت إن الدنيا بخير أكتر وحسيت إن إحنا طالعين لقدام أكتر وشاكرين، مش هنقول حاجه تانية غير كده. شكرا جدا ليكوا ان انتوا واقفين وبتحمونا. الحمد لله لقيت الشرطه واقفه والواحد يامن على ولاده في المدرسه، الحمد لله. ترتكز الخطه الامنيه على وجود ارتكازات امنيه بمحيط المدارس بينها عناصر من الشرطه النسائيه لبث الطمانينه في نفوس الطلاب واولياء الامور. وجود الأمن ممتاز جدا، وده بيدي أمان للأهالي كلها إن هي تبقى مرتاحة وتبقى حاسة إن هي في تواجد للأمن، بالذات أطفال لسه في سنين صغيرة كمان وبيحتاجون إن هم يحسوا بالأمان. كما تعتمد الخطة الأمنية على نشر الأقوال الأمنية التي تجوب الشوارع والميادين لرصد ومتابعة الحالة الأمنية على مدار الساعة. دي حاجة كويسة جدا للولاد، أمان عليهم وهم بيعدوا حتى عشان العربيات اللي بتبقى جاية مستعجلة، وأمان للأهالي نفسها وكده الواحد يبقى مطمن عليهم أكتر. حاجة كويسة جداً أنا أبقى حاسة بالأمان للدرجة دي، يعني أن في شرطة موجودة بعيدة عن الأمن العادي اللي موجود في المدرسة، فدي حاجة بالنسبة لي مريحة جداً يعني. ومع زيادة الكثافات والأحجام المرورية مع بداية العام الدراسي، تم تكثيف الانتشار المروري بالشوارع والميادين لسحب الكثافات وتسيير الحركة المرورية ومنع التكدسات، مع ربط الخدمات المرورية بغرف عمليات المرور لرصد الحالة المرورية على مدار الساعة وأماكن الزحام والتعامل الفوري معها. احنا جينا الصبح لقينا الشرطة واقفة وموجودين والحمد لله مخليين بالهم من ولادنا. مشاهد الوجود الأمني بمحيط المدارس والشوارع والميادين تتصدر المشهد في عام دراسي جديد، وتبعث برسائل أمان للطلاب وأولياء أمورهم، وتؤكد مدى الجاهزية والاحترافية التي تتمتع بها الأجهزة الأمنية لبسط الأمن في ربوع الوطن. We'll be right back.
بنت وراكبه توك توك وماشيه وبتشوف كويس، امر عادي وطبيعي، ما هوش مشكله ان يعني بنت مكافحه وبرضه ممكن يكون لها ظروف برضه بتقول عيله مثلا او كده او كده، شيء ما هوش غريب او ما هوش وحش يعني. اول ما عرفت خالص ان قالوا في واحده اسمها شيماء من ميت الحلوب بتسوق توك توك استغربت قوي، قلت يعني ازاي بنت هتسوق توك توك، فرجعت تاني قلت ماشي احسن من اي حاجه تانية وحشه، ما في بنات كتير مش كويس، بس هي طبعا وقفت في وقفه رجاله، ولما بنعوز اي طلب او اوردر بنتصل عليها، فهي بصراحه بنت راجل وكويسه وجدعه واحنا بنشجعها. يعني المفروض دلوقتي ان يكون في وعي من الشعب ان ما حدش يزعلها او حد ياخي، يعني نتعامل معنا كانها اختنا مش اكتر. بس شيماء بموت راجل، يعني شيماء ما اسيبها لو هي فين حتى ما بخافش عليها لان انا بثق فيها جدا. انا جيت قابلت شيماء وهي سايقه التوك توك، كانت بتنزل اندرات، فما جت لما جت قابلتها وكده قلت لها انا عايزك في الحلال عايز اخطبك، قالت لي طب تعالى ايه قابل والدي، فقابلت والدها وكلمته قال لي طب انت موافق ان هي تركب التوك توك؟ قلت له يا حاج ده شرف لي انا كبير، ده حاجه تشرفني. فقام قايل لي طب اتوكلنا على الله هتأهلك وتعالى، فما قعدنا واتفقنا وكده، وان شاء الله يعني ربنا يعينها يا رب على اللي هي فيه، لان هي اللي بتساعد نفسها وبنت مكافئه وبنت شغاله، ودي حاجه تشرفني انا لان ديت اللي هتحافظ عليا وحاجة ما تعبنيش أنا في حاجة يعني. أهي بدأت الحاجات الحلوة أهو، بدأت الحاجات اللي بتجيب تفاؤل أهي. تقريبا من سنتين كده كان في خبر عن إن في واحدة ست بتسوق توك توك، لكن كان عندها 47 سنة، مطلقة، عندها 5 ولاد، ومش متعلمة، ما عندها شغل تاني، وعرفنا انها بتكافح علشان ما عندهاش حد، جوزها سابها وما عندهاش اخ ولا اخت. لكن ان انا اشوف بنت جامعيه تخلص كليه الاداب وتقرر علشان تقف على رجلها وتعافر في الدنيا انها تسوق توك توك، والتوك توك ده يبقى سبب وقوعها في غرام شاب يتقدم لها ويقول انا فخور بيها انها بتعمل ده وبتساعد في الدنيا وواقفه هي كمان بتعافر، اكيد كان لازم يكون ليها مكان في حديث القاهره. شيماء بنتنا جات من ديكرنس لحد هنا لحد الاستوديو علشان نعرف معاها الحكايه، نشوف قصه البنت اللي اتخرجت من كليه الاداب وبتشتغل من وهي، هقول لكم دلوقتي. شيماء السيد السعيد محمد اسماعيل، قولي يا فندم. افندم. اهلا بيك يا شيماء، ازاي؟ اهلا بحضرتك يا فندم. يعني بنت وصغيره وخريجه اداب وحلوه وزي القمر وبتشتغل سواق التوك توك، ده قرار صعب قوي. يعني ده من بقاله قد ايه توك توك تحديدا؟ انا بسوق توك توك بقالي بالظبط سنه بالظبط. سنه بتسوقي التوك توك؟ اه. وقبل التوك توك يعني انت بتشتغلي من انت عندك كام سنه الاول؟ انا بشتغل وانا في اولى ثانوي، بس كنت بشتغل عند الناس، مثلا بشتغل في محل قماش، واشتغلت في استوديو تصوير، اشتغلت في معصره، اشتغلت في محل ملابس، اشتغلت في جمعيه تموين، كل حاجه اشتغلتها دي وانا في اولى ثانوي وفي ثانيه ثانوي وفي ثالثه ثانوي وايام الكليه. بدات بقى شغل ان انا مندوبه مبيعات من اول يعتبر اولى كليه وانا مندوبه مبيعات، كنت بوزع بضاعه على رجلي وباخد شنطه هانك يعني هاند باك كده على دراعي وبطلع اوزع على رجلي، وكنت بركب مواصلات من ديكرنس لمثلا ميت فارس وانزل اوزع البضاعه على رجلي وكده، وبرده كنت بروح اوزع في طنواح تمام، وكنت بوزع في المحموديه وبنى عبيد وميت تمامه والبجلات والمنصوره ورأس البر وجمسه في كله. يعني وانت في اولى ثانوي، يعني خلينا نقول الثانويه العامه اللي بعبع بتاعت الناس العاديين، وهي في اولى ثانوي كانت بتشتغل الشغلانات دي كلها وهي بنت، ها، ونجحت في الثانويه العامه ودخلت الجامعه، ده احنا عندنا حكايه طويله قوي. قولي لي ممكن اعرف اكتر، انت البنت الوحيده ولا عندك اخوات؟ احنا ما شاء الله 5 اولاد، منهم ما شاء الله 3 صبيان وبنتين انا واختي. مين الكبير؟ انا اكبر منها بسنتين. انت اكبر حد في البيت؟ لا. اكبر حد في الاخوات؟ محمود اخويا الكبير، واحمد بعده، وبعدين انا، وبعدين اسماء اختي، وبعدين محمد اخويا. وبابا وماما موجودين؟ امي الله يرحمها ميته. الله يرحمها. من امتى؟ بقى لها سنتين.
الله يرحمه ويحسن اليها. هو بابا ابويا ما شاء الله عايش بس هو الوقت يعني كبير في السن وهو على المعاش وما بيشتغل. لا طلع على المعاش. انا عارفه ان في الفلاحين في بلدنا يعني الاخوات الصبيان كمان بيقولوا لا مش بس اختنا ما تشتغلش، مش اختنا ما تحتكش في الشارع، ما حدش يجي جنبها، ما حدش يجي يكلمها. ايه اللي خلاهم يوافقوا من وانت في سن صغيره كده في البيت ان انت تطلعي علشان تساعدي في البيت؟ بصي هم ما كانوش موافقين ان انا اطلع سوق توك توك، بس انا يعني اقنعت ابويا وقلت له انا يعني عايزه اشتغل علشان ابني نفسي. و قبل التوك توك انا اقصد يا شيماء من وانت في اولى ثانوي، يعني وانت في اولى ثانوي بتشتغلي سواء كانت في محلات قماش او في اماكن مختلفه ومكتبات وبتطلعي توزعي بضاعه وحاجات في كل حته كمندوبه مبيعات، يعني ايه اللي خلاكي تبداي بدري قوي كده؟ ليه من اولى ثانوي؟ انا كنت الاول يعني قبل ما اختي تتجوز اقترحت على بابا يعني اللي هو يجيب لي عربيه فيات ب 20,000. قلت له هات يعني من يعني اختي لسه ما كانتش لسه اتجوزت، فقلت له انا هاخد بس 20,000 من فلوس العزاب بتاع اختي هجيب بقى البضاعه وهجيب بقى عربيه عربيه فيات، وطلعت اوزع عليها بضاعه وكده. ده كان عندك كام سنه؟ دي وانا في ثانيه كليه. لا انا عايزه قبل كده شيماء. قبل كده كنت شغاله عند الناس. ايوه ما انا بقول لك في الفتره دي ايه اللي خلاكي تطلعي تشتغلي اصلا من وانت في اولى ثانوي؟ يعني كان أنا علشان تساعد تساهمي في احتياجات أيوة. البيت ولا علشان تحسي انك بتعتمدي على نفسك؟ الاتنين. في فرق بين الاثنين؟ لا الاثنين مع بعض. انا اولا بحب اعتمد على نفسي، بحب دايما ان انا ابقى راجل، بحب دايما ان انا ابقى بنت. ست وست زي لا انا عارفه انا قصدي بنت بنت راجل. ماشي. انا بحب دايما ان انا ابقى بنت بنت راجل، بحب اعتمد على نفسي، بحب ازاي اعرف اجيب الجانب الحلال، وبرده بجانب كده بحب ان انا يعني اقف جنب بابايا لان بابايا راجل محترم جدا واقف جنبنا كلنا تمام. وخمس عيال مش شويه ما شاء الله. يعني ربنا كلنا كليات ما شاء الله كويسه، كلنا واخدين كليات وربنا وعلمنا وكبرنا وما شاء الله عمل معانا الحلو كله. فانا يعني واجبي كبنت هو كبرني، ومن حقي بقى ان انا ايه زي ما ربنا قال وبالوالدين احسانا، من حقي ان انا يعني اقف جنب ابويا تشيلي عنه شويه. يعني اشيل عنه كل حاجه، جهازك وجوازك. يعني انا نفسي الوقت اقول له اقعد في البيت وانا عندي استعداد اشيل جهازي كله. انا نفسي والله ربنا يكرمني وانا اللي اشتغل، وده اللي انا بعمله دلوقتي. طيب انت خلصتي يعني انا اقدر افهم معاكي مرحله ان انا كنت بكافح اولى ثانوي ثانيه ثانوي ثالثه ثانوي ثانويه عامه، مرحله صعبه جدا. ثانويه عامه صعبه جدا. وبعدين انا عايزه اشوف كمان زمايلك، انت كنت في مدرسه بنات بس صح؟ كنت مدرسه بنات ثانويه عامه. الثانويه ما كانش في اي حد بيقول لك اي حاجه او بيتنمر عليك، انت عارفه طبعا يعني غالبا يا اما بنشجع قوي يا اما بنتنمر قوي. ما حدش كان بيتكلم، ما حدش كان بيقول لك اي تعليق من في التوك توك ولا قبل كده؟ قبل، من وانت في بتشتغلي في المحلات. لا ما كانش حد بيتنمر عليا، كنت بشتغل عادي يعني في المحلات وكده، بس يعني اليوميه كانت قليله. لما كنت اشتغل عند حد في محل كان بيديني من الساعه يعني بروح الساعه 10 الصبح خلص الساعه 10 بالليل ب 20 جنيه فيعني الموضوع مش مستاهل 20 جنيه يعني 600 جنيه في الشهر. اشتغلت في معمل تذاكري ايوه وتجهزي علشان تاني يوم سواء عندك مدرسه او عندك امتحانات. ودخلتي الامتحانات وجبتي نتيجه في الثانويه العامه تدخلي كليه الاداب. الحمد لله جبت مجموعه في الثانويه العامه خلاني ادخل كليه اداب قسم علم النفس. طيب مرحله الجامعه دي بقى البنات كلها عايزه كده تشوف نفسها وعايزه تبقى مبسوطه وعايزه تدخل الجامعه وتثبت نفسها لان عايزه تعمل مستقبل تاني. مظبوط. عدت عليكي ازاي وانت بتشتغلي في مرحله الجامعه؟ مرحله الجامعه ديت انا كنت لسه شغاله عند الناس. كنت بروح 3 ايام في الكليه حتى 3 وخميس، والتلات ايام التانيين كنت بشتغل في محل قماش تمام عند جامعه السادات. اليوم كان ب 20 جنيه برضك، يعني كنت باخد ال 20 جنيه ديت يعني بحوشها كنت بحوشها برضك، منها مصاريف ليا منها حاجات في الكليه بجانب برضك اللي بابايا ما كانش مقص، هو كان بيجيب وكل حاجه بس انا حابه اقف جنبه. انا عايزه كده من بيجيب على قد ما قدرت يا شيماء. صح يعني انت مش هتطلبي منه فوق طاقتك اكيد، يعني هو معاشه هيبقى كام يعني وعنده 5 عيال وانت في الجامعه. بس برضو اما تصور 20 جنيه يعني تقعدي من الساعه 10 الصبح ل 10 بالليل عشان 20 جنيه ما هو وتحوشيها. دي بدايه فكرتي بقى، يعني انا ما لقيت نفسي شغاله مثلا في محل وباخد 20 جنيه من الساعه 10 الصبح للساعه 10 بالليل 12 ساعه يعني ملهاش لازمه. فكرت بقى ان انا ايه ابدا يعني جبت شويه بضاعه وبدات بقى موضوع اللي انا اشتغل شنطه هانك عند بدري واطلع بقى اللي انا ايه يعني اوزع بره البلد بس على رجلي اللي انا اسافر ميت فارس وطنوح و اتصور برضو على رجلي. بس بعد كده بقى ايه بدات بقى اقول لبابا يا بابا انا عايزه اجيب العربيه وجاب لي العربيه من فلوس اختي. قعدت اشتغلت على العربيه كده تقريبا سنه
بوزع بضاعه، بس البضاعه دي كانت بتيجي خارج، كان في ناس ما شاء الله كويسين جدا منهم برضك عم حاتم في شارع السوق كان بيديني بضاعه خارج. بدي خارج يعني ايه؟ يعني اخد البضاعه وكل اسبوع اديله فلوس. كان راجل يعني كويس. يديك جداً البضاعه كانها بالتقسيط بالاجل. أيوة. يعني تاخديها دلوقتي تروحي توزعيها وبعدين تبقي تجيبي لي فلوسك فلوس بعد اسبوع اسبوعين. ناس كتيره جدا كانت بتتعاطف معايا لاني بنت وجايه لك وعايزه تشتغل، والله العظيم ما كانوش عارفيني وبيدوني خارج. يعني عم حاتم مثلا اللي في شارع السوداء كان بيديني كراتين. بعدين عملتي ايه في العربيه؟ عملت في العربيه. بصي يعني انا بعد ما اشتغلت عليها سنه انا لقيت اختي عايزه تتجوز، فطبعا احنا بعناها لان هي كان ثمنها 25,000، وطبعا دي فلوس جهاز اختي كنت واخدهم بس مؤقتا اشتغل بس على العربيه. فبعد كده بعنا العربيه واختي خدت الفلوس، طبعا جبنا لها الثلاجه والغساله وحاجات في الجهاز. وبعد كده انا طبعا في الحاله دي الناس لسه عايزين اجيب لهم بضاعه ولسه عايزين شيماء تجيب لهم البضاعه وكده وتوصلهم البضاعه، فكرت بقى ان انا اجر تكاتك. اجر بدات هنا بقى يعني اجر تكاتك. بعدين بعد ما اجرت تكاتك قعدت سنه برضو. طب وفي تاجير التكاتك بعد ما بتطلعي الايجار بره كان بيطلع لك كام مثلا في اليوم؟ هو مثلا يعني بصي هو ربنا مثلا اكرم ب 200 جنيه مثلا، ده مثال. التوك توك كان بياخد صافي 100 جنيه مثلا وانا 50 صافيه والبنزين 50. ربنا زود بقى طلعنا من ال 20 جنيه ل 50 جنيه ماشي. بس انا بقى كنت بقول ايه بقى، يعني انا دلوقتي شغاله عند الناس لغايه لما اشتري توك توك بالاسط، ودي فعلا ان انا عملته ان انا قعدت احوش ال 50 جنيه دي فوق 50 فوق 50 لغايه لما ربنا كرمني وحوشت 7,000 ورحت دفعتهم عربون في توك توك قسط يعني مستعمل ب 25,000. دفعت منهم ال 7,000 العربون ولسه الاقساط بقى، فانا حاولت ان انا اجتهد نفسي. دلوقتي لسه بتسددي اقساطك؟ لسه. انا كل دفعته 7,000 هي التوك توك ب 25,000 ماشي، دفعت منهم ال 7,000 مقدم لسه 18,000 على خلال سنه، كل سنه 1,500 كل شهر 1,500. ده غير بقى مصاريفي الشخصيه، ده غير ان انا برضك لسه جهازي ما جبتش فيه حاجه. عارفه انا عندي سؤال الحقيقه زي ما كل الناس هتسالك، انت طيب اتخرجتي من الجامعه ايه اللي رماكي تاني على موضوع التوك توك او انك تعملي ده؟ ليه ما قدمتيش في وظيفه؟ ما فكرتيش تشتغلي حتى مدرسه بالحصه؟ بصراحه انا قدمت في مكان يعني وكده في وظايف، بس هم يعني قالوا لي طلبوا مني اللي هو الاوراق بتاع فيشي وتشبيك بتاعها وكده العائلي والاوراق اللي هي بتبقى طالبينها وكده. رحت قدمت قالوا ما فيش احنا عيننا نص الدفعه وانتوا لسه. قلت يعني بهدله ورحت طلعت ورق من هنا وكده عائلي ومصاريف والاخر ما فيش. فدي اللي خلاني بقى يعني خلاص تاخدي وظيفه فرجعتي الموضوع التوك. لا ورحت مدرسه بردك في كيرنس قدمت بردك ما فيش بردك، قعدت سنه فيها وما فيش يعني. فهي بقى طيب بصي انا الحقيقه برده ما زلت عند الجزئيه بتاعه ان بشتغل على توك توك وانا بنت وصغيره. مزبوط. وحلوه واخده بالي من شكلي لان انا ما شفتكيش بتطلعي مبهدله. يعني غالبا يعني ست البنت اللي بتحب تشتغل شغلانه رجاله تلاقيها مبهدله في نفسها وطالعه شكلها عشان ما حدش يبص لها، لكن انت ما شاء الله شايفاكي في الصور وزي ما الناس شايفانا زي القمر يا جماعه في الحقيقه كمان مش بس في الصور. فده معناه ان انت يعني هدف سهل لان اي حد يعكسك اي حد يقول لك كلمتين ما لهمش لازمه. الناس كانت بتتعامل معاكي ازاي؟ الناس اول لما شافتني بالتوك توك هم كانوا مستغربين جدا، الحريم كانت مستغربه وتفاجئوا ومش مصدقين ان هم شايفينه، وحتى الرجاله مش مصدقين. بداوا بقى يتناقضوا في الاول كان كله تناقضات. ازاي انت بنت تطلعي تشتغلي مش خايفه على نفسك لحد يخطفك، شايفه على نفسك لحد يبحك؟ طب ازاي اهلك سايبينك كده؟ بس طبعا ده رد فعل اي بنت هتسوق توك توك مكاني مش انا بس الناس بقى مع مرور الوقت لما انا بدات اركبهم معايا الحريم توصل معايا، بدات ان انا اركب اولادهم المدارس بداوا يطمنوا حبوا الفكره قالوا لا دي اللي هتبقى امان. الفكره اتغيرت من جانب سلبي لجانب ايجابي. بس انت ما بتطلعيش بره البلد بتاعك وخلاص اخر كده يعني مثلا لكيرنس بروح مثلا جوه الكرنس ما بطلعش بره خالص، لو جالي مشاوير بره ما بطلعش الا مثلا مع حد انا عارفاه اختي بابايا حد تبع انا بطلع معاه بره وبالنهار غير كده ما بتطلعيش بره خالص طبعا. أأمن. طب وخطيبك اللي احنا شفناه في احنا يعني بنسمع ان مثلا يبقى ولد راكب موتوسيكل دليفري ويبقى راح يودي طلب دليفري في عز النهار وياخده ويثبتوه وياخده منه الموبايل والفلوس وده ولد، ما بالك انا بنت؟ بس انا ما بطلعش بره البلد. ده تلاقيه طلع بره البلد. عمرك ما خفتي؟ انا ما بخافش، انا معايا ربنا سبحانه وتعالى. يعني طالما انا طالعه من بيت اهلي نيتي الخير ونيتي الرزق الحلال ربنا هيسني وربنا خير للحافظين. طب وخطيبك؟
خطيبي يعني هو متشرب بيها جدا زي ما انتم سمعتوا في الفيديو، هو انسان محترم جدا ومن عيله محترمه وكويس جدا، وهو يعني قال في الفيديو ان انا بتشرب بيها وهي بنت مكافحه وبتساعد نفسها عشان تجهز نفسها احسن ما تمشي في الغلط احسن ما تمشي في الحرام. هو موافق بس هو يعني خايف عليا برضو، قال لي خلي بالك من نفسك، ما تركبيش صبيان، ما تركبيش حد مشبوه فيه، خلي بالك من نفسك وان شاء الله باذن الله لما نتجوز هيقعدني برضو هو اللي يصرف عليا. يعني هو بعد ما تجهزي نفسك هيقعدك ومش هتساعديه في مصاريف البيت؟ هو هيشتغل ان شاء الله. متفقين على كده؟ اه هو يعني دوره بقى ان شاء الله، قال دوري ان انا ان شاء الله اساعدك وباذن الله اخليك مش محتاجه حاجه وتقعدي في البيت. بنتمنى. احنا بنتمنى شيماء ربنا يكمل فرحتكم على خير لانك تستاهلي بعد كل الكفاح الكبير ده. الله يخليك. شايفه نفسك مستقبلك ايه؟ ست بيت بس قاعده في البيت ولا ناويه تعملي مشروع؟ بصي ناويه انا ان شاء الله طالما بقى هتجوزي بقى اكيد هبقى ست بيت، لان طاعه الزوج من طاعه الرب. انا لما اطيع جوزي كان طاعه ربنا بالظبط. يعني الواحده لما تطيع جوزها وتهتم بجوزها وتخاف على جوزها وتسمع كلامه وتربي عيالها دي احلى طاعه في الدنيا. انا مش عارفه ليه عندي احساس ان هو قايل لك كده، قال لك قال لك خدي بالك ان احنا بعد ما نتجوز هتقعدي وطاعه الزوج من طاعه الرب. لا يعني وده لا بامانه قولي الحق. لا هو ما قالش حاجه بس ده كلامي انا، واحده برضك متربيه على الاصول واهلي ربوني قالوا لي بقى والله ابويا اللي قال لي كده، قال لي يا بنتي ما تزعليش خطيبك منك، لو قال لك اقعدي من الشغل اقعدي. تنامين تتجوزوا امتى؟ هو احنا ان شاء الله يعني قدامنا سنه او يعني هي في حدود سنه، لو ربنا كرم في ست شهور او اربع شهور ان شاء الله نتجوز باذن الله. هو برضه كويس. عارفه اقول كلامك وانت بتقولي لي انا بحب اعتمد على نفسي وبحب اصرف على نفسي، خليني اتصور انك ممكن يكون عندك مخططات تعملي مشروع ان شاء الله حتى مع جوزك تعملوه سوا. ايوه ان شاء الله عندي برضه فكره ان بعد كل الكفاح ده هتقعدي في البيت. بصي صلى على النبي، هو لو عايز نقعد انا اسمع كلامه كزوج كاحتراما للراجل اللي خدني وما ينفعش انا اكسر كلمته. لو حب يعمل مشروع انا ممكن اقف معاه، انا ما شاء الله دماغي يعني ما شاء الله دماغي حلوه، اي مشروع ممكن انا. التوك توك هتبيعي؟ التوك توك ممكن ابيعه وفلوسه نعمل بقى حاجه، ممكن هو يشتغل عليه. لا هو بيعرف يسوق توك توك ممكن يشتغل عليه لو حابب، مش حابب خلاص يعني التوك توك نبيعه نعمل بيه مشروع. هو لو حابب يفتح هو شغال في كافيتيريا، لو حابب يفتح كافيتيريا انا ممكن انا اللي ادير له الكافيتيريا، لو عايز نقعد في البيت هقعد، هو حسب رغبته. يعني انت دلوقتي ربطتي مستقبلك بالاستاذ عبده اللي احنا شفناه في الفيديو، يعني من اولى ثانوي بتشتغل وبتبيع وفي محلات لحد ما توصل لحد الجامعه وتخلص الجامعه وتقرر انها تشتري توك توك، وكل الحكايه دي كانت علشان تساعد اهلها وتجهز نفسها. بعد كده القرار مشترك بقى بيني وبين الاستاذ عبده. انا هتمنى لك التوفيق يا شيماء. ومتشكره ان انت معايا النهارده وسعيده بيكي وسعيده باللي انت عملتيه، واتمنى تفكروا انتوا الاثنين ان قصه الكفاح دي لما بتكمل بنكبر سوا ان شاء الله باذن الله. اتشرفت بحضرتك جدا جدا يعني، وانت شخصيتك شخصيه حد يكافح لحد اخر لحظه ويبني مستقبله ويعلم ولاده اكتر واكتر. ربنا يخليك. طالما انتوا واثقين في بعض ان شاء الله توصلوا للخير ان شاء الله باذن الله. وشكرا لحضرتك واتشرفت بيكي جدا. شكرا جزيلا يا شيماء حبيبتي. تسلمي. في مجتمعنا حاجات كتير وقصص كتير وافكار كتير، وكل حد حسب قناعاته هيمشي، يمشي لحد فين؟ نص الطريق، ربع الطريق، يكمل الطريق. احنا في كل الاحوال بنعرض معاكم هنا قصصنا وقصصكم واللي بتبقى حديث القاهره. بعد الفاصل بورصه الكلام، خالد البرماوي في حديث القاهره. اهلا بكم من جديد في حديث القاهره، بورصه الكلام محققه مدققه، مش هقول ملخصه ولا موثقه علشان خالد البرماوي في بورصه الكلام. مساء الخير يا كريم. هم ثلاثه، محققه موثقه وملخصه. بورصه الكلام البورصه اللي انتم بتعملوا بحث عليها واهتمام، ثم احنا بنحقق وندقق في الكلام ده كله. ومناسبه نحقق وندقق في كام حاجه بخصوص نحقق وندقق دي. طيب بورصة الشخصيات، أكثر الشخصيات انتشارا على المواقع الإخبارية المصرية دكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، على خلفية أول حاجة نفي لشائعة الـ 12,000 غرفة من المركز القومي لزراعة الأعضاء. في بعض الناس صدقوا إن في 12,000 غرفة، طب هم الحق إيه؟ 12 بس. فده كان من ضمن الحاجات اللي كان فيه انتشار كتير جدا للأخبار عليه. تاني حاجة كان اجتماعه مع رئيس الوزراء على خلفية التحضير لقمة المناخ اللي هتكون في نوفمبر بشرم الشيخ. تالت حاجة طبعا تصريحات على خلفية زيارته أمس لأسوان. طيب محمد صلاح مباراة أمس برايتون الإنجليزي وأداؤه، وأخبار كتيرة وتصريحات كتيرة وردود فعل كتيرة على السوشيال ميديا مجملها
ان في جريمه ترتكب في حق محمد صلاح، المكانه اللي هو فيها في الملعب اتغيرت بشكل كبير جدا، اداء وادوار دفاعيه كتيره جدا القيت على كيان محمد صلاح، اثرت على مستواه. المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على خلفيه المبادره اللي اطلقها للصلح وقال اروح او يجولي لقصده بنادي الاهلي. دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على خلفيه تصريحات كتيره ليها علاقه بالوضع الاقتصادي، لقاءات مع الرئيس على مع محافظ البنك المركزي لاستعدادات برضو لقمه المناخ، واخر حاجه كانت ترند في تصريحاته هي الخميس اجازه. ايوه الخميس الجاي هيبقى اجازه بمناسبه المولد النبوي وذكرى 6 اكتوبر رقم 49، فهيبقى عندنا او عندكم معرفش كريم يبقى عندها ولا لا خميس جمعه سبت اجازه. وفلاديمير بوتين على خلفيه ضم المقاطعات الاربعه امس، ردود فعل عالميه كبيره جدا اغلبها ساخطه. طيب دي بورصه الشخصيات. طيب بورصه الحاجات اللي انتوا عملتوا لها لايك وشير واهتميتوا بيها جدا، اكتر الوقائع اللي كان عليها اهتمام النهارده، طبعا اليوم بدايه العام الدراسي كان الاكثر اهتماما وبحثا ونقاشا، سواء بقى بصور الناس الايجابيه او السلبيه، لكن لقطه طبعا وفاه طالبه واصابه 15 في مدرسه بكرداسه كانت الاكثر اهتماما وجدلا، وخاصه بعد امر النيابه، وشفنا المتحدث باسم وزاره الصحه استاذ شادي وتصريحاته لحديث القاهره قبل دقائق. طيب الصورة دي أو مجموعة الصور دي اللي صورها زميلنا الصحفي مصور الصحفي نادر النبيل كانت محط اهتمام كبير جدا. إيه القصة؟ هو راح مدرسة السعدية وهي واحدة من أقدم وأعرق المدارس المصرية وعمل زي فوتو سيشن. الناس بقى ما سكتتش، علقت على الصور. نبدأ بأول صورة. طبعا الناس قالت بقى ده صورة محمد بيه رئيس مباحث الهرم الجديد في المستقبل يعني، هم دول طلب على فكرة. بس أدائهم والتزامهم وده الحكمدار. يعملوا بحث على فكرة الحكمدار وليه كان زمان فكرة الحكمدار وإيه دور الحكمدار والحكمدار في المدرسة. طيب ده برضو زميل تاني بينظم وشايف الصباع، خدوا بالكم. ففي برضو إيه تركيز. والزميل ده أو الطالب ده برضو واقف لابس لبس المدرسة وبندقية رش على فكرة ما فيهاش أي حاجة عشان بس الناس ما تقلقش. فدي كانت من الحاجات اللي عليها اهتمام كبير جدا وما اخفيكمش سر، يعني واحد من الناس ما كنتش احب ابقى شرطة مدرسة، انا احب ابقى في اللجان اللي هي ما ثقافة كتابة شعر إذاعة مدرسية، ومش بعيد عشان كده طلعت انا وكريمة صاحبي كنت في إذاعة مدرسية ولا شرطة مدرسية؟ في الإذاعة المدرسية من الابتدائي انا. والله؟ طيب دي من اكتر الحاجات اللي عليها اهتمام، من احسن الحاجات اللي بحبها في الحياة يعني. تصريحات امس لحديث القاهره لاهل صيدلي حلوان القطير ولاء الله يرحمه يصبر اهله، محط اهتمام كبير جدا، خاصه تصريحات والدته ونقلها بعض المعلومات بناء على احد الجيران ان هو سمع دوشه وصوت مزيكا، واخته كمان اسماء لما قالت ان هو كان على تواصل معاه على الواتساب وكان بيستنجد بيها وكان قبلها بيومين ثلاثه فرحان لانه تزوج. دي كانت من الحاجات عليها اهتمام. من برضو الحاجات اللي كان فيها بحث كتير جدا هي حالة الطقس. طبعا انتوا عارفين ان احنا دخلنا فصل الخريف من 10 ايام، يوم 23 تحديدا بدأنا فصل الخريف، الجو بدأ شوية يطلع وينزل، لكن ليه اهتمام كان كبير؟ اهتمام لان هيئة الارصاد قالت ان في تغيير ملحوظ في الثلاث اربع ايام الجايين دول، ففي بحث كتير جدا عليها، مع الاخذ في الاعتبار خميس وجمعه وسبت اجازه. خد بالكوا بقى، هتلاقي دايما المصريين في اجازه اعمل بحث على طرق واعمل بحث على حاله الطقس. عايز اقول لكم ان بكره حاله الطقس هتبدا من 33، يوم السبت هتبقى 29، فبنتكلم على 4 درجات انخفاض في خلال 4-5-6 ايام. طبعا دي حاجه تسعد جدا الناس، يعني ان درجات الحراره هتبقى اقل حراره والجو هيبقى الطف واظرف. خريف جه يعني، ده وقت خروج واجازه كمان يا كريم. اجز بقى واحكي لنا عملت ايه. طبعا انتوا فاكرين تصريحات الفنانه السوريه الجميله لينا شماميان امبارح لما كانت بتتكلم على الراجل المصري وقالت هو طريق او دلع. واضح ان في ضغوط، واضح ان سمع وصل ليها، لازم اقول اللي حصل. ايوه بس اكيد مفيش ضغوط، هي يمكن شافت ان جزء من كلامها بس اللي اتنشر، حبت تقول ان كان في جزء يعني تاني ما اتنشرش، اتاسفت، قالت انا اسفه لاي حد. تسمعوا مني ليه؟ اسمعوا منها.
قمر يعني بص هي حلوه يعني يعني كريمه هي تاسف ليه صراحه يعني مين اللي زعل يعني انا ثانيه خليكم منطقيين يا جماعه هي ما قالتش غير ان الراجل المصري جميل وجدع وحنين لا قالت لما بيقول كلام حلو حتى لو الست لو ما كانش مرتبط بيها لاي ست وقال لو حد بقى تصوره لو دقر قلبه وقال له بكلمه حلوه فبيرد حلو ده يزعل مين ما يزعلش حد طب ما هي بتقول في حد زعل يعني واضح ان في ستات مع احترامي طبعا زعلوا وبلغوها لدرجه ان الست طلعت بلايف بتعتذر لا او بتقول يا جماعه لا لا والله انا ما شفتش الموقف كده بصراحه انا شفت ان هي قالت ان هي كانت بتتكلم كمان على الستات بشكل عام والرجاله بشكل عام بس لان كلامها وهي ست حلوه عن الرجاله كان حلو فاتاخد احنا شايفين ناس تانيين اعلاميين ليه بقى ناس زعلوا ما حدش زعل هي حد زعل قالت بعتذر اذا حد حس لا تعرضت لضغوط انا مش عايز اقول لك يعني مش عايز ابقى بنشر اخبار مفبركه بس في تهديدات تهديدات بايه كلامها ده ويدل في تهديدات دي طالعه تحت ضغط يعني ليه لينا على فكره من اكتر الناس المحبوبين على المستوى الانساني وعلى المستوى الفني واعتقد ان مصر كلها بتحبها يعني صوت بس تطلع تقول كلامي يكتوزق من سياقه وتفهم ليه تفهم غلط يعني انت ما تشكري في الرجاله المصريين ما قالتش تفهم غلط والله قالت في ده عامله 9 دقايق بتوضح موقفه فبجد والله انت ليه حاسس بانك يعني اخد الموضوع على اعصابك لا انا شايف لا انا زعلت من الضغوط اللي مرست عليها عارف لو تثبت لنا الضغوط انا هواجه اجيب لك تعليقات هات لي الضغوط كم يا جماعه ادخلوا بس هي ترند دلوقتي على فيسبوك ادخلوا اكتبوا تعليقات بتقول ايه بقى وشوفوا كم السيدات الفضليات اللي دخلوا وعلقوا بالسلب على التصريحات اللي قالتها رغم انها ما جاتش يعني ما قالتش مثلا الرجاله كويسين والستات لا قالت لا. ايه قالوا ايه ستات يعني اللي بيكتبوا لها قالوا الراجل بتاعنا ده انتوا قصدكم على مش عارف مين طب تعالي شوفي ده في الاول بس ده اللي مش عارف ايه عشان تقريب. لا لا حاجات مش كويسه ده تحذير تحذير ده الله يبعد طيب من 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 اللي حصل فينا وكان انا كنت عايز اتجاهل اللي قالته بامانه بس هو كان ترند فلازم اجيبه لا طيب. ما تتجاهلش لينا حبيبتنا كلنا في السعوديه قصدي في الرياض تحديدا كانوا عاملين مهرجان للبوب الكوري اللي هو كي بوب وكان من ضمن الفرق اللي موجوده فرقه ذا بويز والزد واللقطه بقى ايه ان الفرقه دي على حساباتها على السوشيال ميديا نشرت مجموعه من الصور مع عظماء الكوميديا المصريين العظيم فؤاد المهندس العظيم سمير غانم العظيم عبد المنعم مدبولي التلاتة وحطوا صورهم مع محاكاة لحركة اليد فكانت وكمان كتبوا كلام بالعربي من أجمل من الجميل أن أراك من الجميل أن أراك فكانت من الحاجات اللي كان عليها اهتمام كبير جدا وترند في السعودية وفي مصر طيب على مستوى ترند الرياضة طارق حامد النهاردة كان بيلعب هو طبعا انتوا عارفين راح من الزمالك للاتحاد كان بيلعب مع النصر وللأسف طرد وكان طرد مؤثر جدا جدا في الفريق فدي برضو من الحاجات اللي احنا يعني ما نتمناش انها تتكرر كتير خاصة طارق يعني لعب حماسي وشديد جدا لكن موضوع الطرد طبعا ده أثر بشكل كبير جدا وأمن ان هو خد بالك هو واحمد حجازي بيلعبوا طيب واحده من الحاجات اللي كانت نقدر نقول عليها كسرت الانترنت النهارده في وقعتين رياضيتين اثروا بشكل كبير جدا في الرياضه العالميه النهارده وكانوا هم محط الاهتمام وقعه ماساويه هنقولها بعدين وواقعه زلزاليه هالاند اللاعب الدنماركي اللي انضم لمانشستر سيتي النرويجي سوري اللي انضم لفريق مانشستر سيتي بداية الموسم سجل الهاتريك الثالث على التوالي أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يجيب 3 هاتريك ورا بعض وأول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يساهم في 18 هدف في خلال بداية الموسم طبعا يعني كده أنت بتتكلم على لعيب جاب 14 جون في وبقى الهداف أقرب حد لي 7 أهداف ما تسألنيش عن صلاح بعيد شوية 2 بس طبعا بقى انا هلقي الملامة على كلافية طبعا في تعليقات كتيرة وردود فعل كبيرة انتوا مش متخيلين حالة الاهتمام والجدل اللي عملها هالاند والرابط بيشبهوه بالرابط لانه بيجيب جوان كتير جدا بس ملهاش طعم انا واحد من الناس انا شايف انه هيبوظ الدوري الانجليزي ده رأيي لان اداؤه ولعبه وجوانه والسيتي اصلا مش ناقص بفلوسه يعني طيب تعليق كان ظريف جدا قاله الفنان العظيم محمد هنيدي الكوميديان الرائع قال لك يا ابني حرام عليك كفايه اللي بتعمله في فرق الناس المحترمه دي احترم الدوري اللي بتلعب فيه ده اقوى دوري في العالم مش دوري مدارس هو عيب كده
بأمانة أنا ضم صوتي لصوته. من اللقطات برضو اللي كانت عليها اهتمام كبير جدا في السوشيال ميديا في مصر والخليج لوين ثلاثة اللي فاتوا، أول مباراة من نوعها تبقى على السحاب، لويس فيجو مع مجموعة من نسميهم ممكن مؤثرين في مجال الرياضة طلعوا يلعبوا كرة على بعض. طب شوفوا الأول هيلة على بعض 6160 متر من الأرض. طبعا اليومين الجايين دول هنشوف أحداث كتير ولقاءات كتير ليه علاقة بكأس العالم، ولا عزاء للفرق اللي ما انضمتش، وبمناسبة كأس العالم والكرة المصرية في كلام ان الدوري المصري هيكون موجود أثناء كأس العالم. شوف المفارقة بقى، فانت هيكون معاك كأس عالم ومعاك الدوري وانت وحظك. طيب رياضة بس خبر كان سيء، وزي ما قلت لكم كان في خبر تريند عالمي إيجابي اللي هو هالاند، وخبر للأسف سيء جدا في إندونيسيا كانت واحدة من أفظع الجرائم اللي شافتها كرة القدم. ملعب في أحد الجزر الإندونيسية احتضن مباراة ما بين فريقين أدى إلى مقتل 125 مشجع. في كلام في الأول طبعا على أنهم كانوا أكثر من كده، لكن البيانات الرسمية حسب بي بي سي 125. اللي حصل أن اندفاع الفريق إيرما لأرضية الملعب، الشرطة المشجعين تقصد المشجعين بعد ما خلصت المباراة الفريق اللي اتغلب نزلوا كلهم نزلوا للملعب، أرض الملعب الشرطة تدخلت بغاز مسيل للدموع وضرب، ومشاهد كانت مؤسفة جدا الحقيقة. يعني نكاد نكون شفناها في ملاعب كتير جدا، لا مش كتير قوي، حوادث كانت يعني معدودة كتير. إيه؟ اللي حصل في أرض الملعب حوادث كانت معدودة تقريبا 4 أو 5 مرات على اللي في أرض الملعب. لا كلها هي تدافع في المدرجات وفي السلالم وفي أرض الملعب. صحيح. لكن كمان حصل عمليات شغب بعديها، وفي وفيات على فكرة من الشرطة، وفي بعض الإصابات في اللعيبة، لكن مفيش قتل. حادثة مؤسفة، وحتى يعني الفيفا قالت إن ده يوم أسود في تاريخ، يعني ردود فعل كتيرة جدا من العالم، تصريحات الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو وأوامره بإيقاف الدوري، وتصريحات كتيرة جدا من مسؤولين ومن شخصيات عامة. الشرطة لا يمكنها استخدام الغاز المسيل للدموع كما تشاء حتى إذا دخل المشجعون الميدان، دي بعض التصريحات الغاضبة. رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بيقول لك يمر عالم كرة القدم بصدمة بعد الأحداث المأساوية التي وقعت في إندونيسيا، وأندية مانشستر يونايتد، برشلونة، ليفربول قدموا تعازي على حساباتهم على السوشيال ميديا. ردود فعل كبيرة جدا، حادث مأساوي. مصر أرسلت تعازيها عن طريق مش متصورة بصراحة آخر عدد تم إرساله 127 مشجع وشخص تم وفاته في أرض الملعب، وده رقم كبير جدا. يعني طبعا. يعني من هنا بنجدد الكلام اللي أنت قلته مبارح، أن فكرة الكرة والتنافس لما يوصل لدرجة أن حد بيفقد حياته في مقابل لعبة المفترض أنها ترفيهية، أكيد معناه أن ده لا. وبدأنا نشوف حاجة، كل ما الكرة تحلو واللعبة ترتقي كل ما التعصب يقل، هتلاقي بالزبط. أعلى دوريات العالم كرتها أنظف، وحتى كمان في حسم في التعصب. يعني دوري إنجليزي بيحصل فيه حالات تعصب، بس بتشوفي تاني يوم فعل قوي جدا من اللعيبة وفعل قوي جدا من الإدارة نفسها المسؤولة عن الكرة. كلامك عظيم يا خالد. تمام. يعني إذا ما تجتمعش الكرة واللعبة الحلوة أو الرياضة الحلوة والناجحة مع التعصب الشديد اللي بيوصل لدرجة أن حد يفقد حياته. طبعا تعزينا ليهم الناس، ربنا يرحمهم. يعني نشكرك جدا يا خالد، نشكر فريقك بورصة الكلام. بكرة نتقابل على خير. حديث القاهرة بعد الفاصل. ببساطة كده الملف ده هو ملف كلمنا فيه مرارا وتكرارا إلى أن وصل إلى درجة خلتنا نبقى سعدة بالتطورات اللي بتحصل فيه، ملف التبرع بالأعضاء. من فين لحد فين؟ مشوار طويل جدا، ورحلة لحديث القاهرة مع أول الناس، فنانين وكتاب وسياسيين ورجال دولة ورجال قانون ورجال علم، بنتكلم عن ده كله هنا في حديث القاهرة النهاردة. رحلة أول متبرعين وثقوا تبرعهم بالأعضاء بشكل رسمي، يا ترى الرحلة دي بدأت من فين وانتهت لفين، وإيه اللي ناقصنا عشان تكمل الصورة بقى ونبتدي نفتح هذا الموضوع ويستفيد منه ناس. من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. بعد الفاصل هنا في حديث القاهرة، تبرع بالأعضاء ورحلة من وثقوا عملية التبرع لنفسهم، كانت فين وصلت فين. لابد أن تدخل معركة مع
مع ثقافة سائدة تحترم الجثة أكثر مما تحترم الجسد الإنساني. الناس ما عندهاش هذه الثقافة، فكان لازم نفتح هذا الباب مرة تانية وناخد رأي العلم وناخد رأي الدين برضو، لأن في ناس بيبقوا ضد الفكرة دي. أنا مش قادر أفهم الناس اللي بتبقى عندها معاداة لأي عمل إنساني. إزاي نقدر نغير في الثقافة العامة اللي هي العقبة الرئيسية؟ المسألة يا جماعة شبكة كمبيوتر موجود عليها قائمة الانتظار، حد بيعمل حادثة إن شاء الله على بعد 2000 كيلو بيحصل إنه يجي بالطيارة والأعضاء دي تتزرع. ليه القانون ده مش مفعل؟ علشان أي قانون يدخل حيز النفاذ لازم يتعمل له حاجة اسمها لائحة تنفيذية، واللائحة التنفيذية دي بتبقى ملحق بيها قرارات وزارية تقول هيتطبق ازاي كل التفاصيل بتاعتي، اللي سايبة وصية او مقررة انها تتبرع بعضها موجودة على السيستم. بالظبط. حضرتك عايز تقول لنا ان هذا المشروع كامل متكامل للتنفيذ للتفعيل، يعني على ارض الواقع بما فيها الجهات اللي هنستعين بيها، بما فيها كيف سيضاف على البطاقة الشخصية، مين الجهات اللي حتى نستغلها في النقل، كل ده جاهز من 2014 في درج مغلق، باقي فقط ان يتم تفعيله. اذا الازمة فين يا دكتور محمود؟ عايزين نحط ايدينا. عايز اقول ان القانون كله الحمد لله بينفذ بكل مواده باستثناء المادة بتاعت المتحدث. وهي المادة الاهم، هي ليست مشكلة دينية، ليست في رأيي، ما هيش مشكلة طبية، ما هيش حتى دلوقتي مشكلة لوجستية أو في أي إمكانيات. وأنا مختلف شوية مع فكرة الثقافة، الثقافة تتغير بالممارسة. صح. طول ما احنا قاعدين بقى لنا 10 سنين عملنا إيه بالثقافة؟ ونحن نقبل إن اللي هيقول نص ربع في المية من المصريين اللي هيقولوا أرغب والباقي هيكتب كله لا أرغب، ده مش وحش بداية، وهالثقافة هتتغير بقى. طبعًا. رحلة امتدت على عدد كبير جدا من الحلقات، بقالنا تقريبا سنتين معاكم في حديث القاهرة، والسنتين الملف ده كان قدام عينينا. ليه؟ لأنه مسألة حياة بعد الموت لناس تانية كتير. شفنا رأي العلم، شفنا رأي الفكرة اللي تصدروا لها بأقلامهم، سواء كان الأستاذ خالد، الأستاذة فريدة، سواء كانوا رجال الفن، الفنانة إلهام شاهين اللي ما زالت حتى الآن مصرة على الموضوع وبتحط موثق بالصوت والصورة حتى لو كان في تحديات. شفنا رأي القانون، الأستاذة نهاد قالت ما ينقصنا اللائحة التنفيذية، والنهاردة هنشوف وشفنا كمان الدكتور عبد الحميد أباظة، وشفنا الدكتور محمود المتيني، شفنا أسماء وأقلام وغيرهم كتير ناس شاركونا، طبعا بالإضافة لصاحب الفكرة أو مجددها الأستاذ الدكتور خالد منتصر، ودي كانت وقفات لينا. النهاردة بقى بنشوف إن البذرة في النور. حبينا نستعرض معاكم هنا الناس اللي جازفت وفكرت زي ما قلنا ووثقت المشوار كان إيه، ووصلوا للنقطة دي إمتى، وإيه الصعوبات اللي واجهتهم، وناقص لنا إيه عشان نطبق. معانا هنا في حديث القاهرة أول اللي وثقوا، معانا الأستاذة سارة فؤاد من أول المتبرعين والمتبرعات بالأعضاء. أهلا بيك. أهلا بيك. أهلا بيك يا أستاذ سارة. ومعانا المهندس يوسف راضي، وهو كمان من أول الناس، من أولهم على الإطلاق بصراحة، وثقوا عملية الطوارئ. أهلا بيك يا باشمهندس، مشرفنا جدا. ومعانا الدكتور عاطف عثمان، هو كمان من أول الناس اللي عملوا الرحلة دي لدرجة إنه ألف كتاب تصوروا علشان يقول للناس أهمية الموضوع ده، الكتاب اسمه صلاة الإنسانية. أهلا بيك. أهلا بيك يا أستاذ، شرفنا جدا. شرف لي يا فندم. طب أنا يعني اعتبروها تحيز. ماشي. وإحنا موافقين. معلش يعني أنا هبتدي على طول من سارة. سارة كبنت طبيعي بيقولوا خوافين أساس بالأساس، بعيدا طبعا عن المحاربة إلهام شاهين، لأن هي بصراحة حاربت على كل المستويات لحد ما قدرت تطلع الفكرة دي وتواجهها تواجه بيها الناس. لكن كبنت في مجتمعنا أقول إن أنا عايزة أتبرع بالأعضاء بتاعتي بعد وفاتي لأي شخص هيكون محتاج لها، كفكرة أساساً واجهتي بيها عائلتك إزاي؟ واجهتي بيها نفسك إزاي؟ أنا أصلاً كنت أفكر في الموضوع من زمان جداً، فأنا كسارة ما كانش عندي المخاوف دي خالص. زمان مثلاً عندك يعني كم سنة؟ لا من زمان قوي، من يعني من وأنا في ثانوي أو كده أو أصغر يعني، ما كانش فكنت دايماً بشوفها في الأفلام وبشوف إحنا عندنا ناس بتموت وحوادث كتيرة فكنتش فاهمه احنا ليه ما عندناش سيستم ده. افلام اجنبي بالظبط كده. فالفكره جت من زمان بس ما كانش عندي اي علم، فانا كنت صراحه مرتاحه مع الفكره نفسها، ما كانش عندي اي مخاوف منها يعني. واهلي صراحه ما كانش عندهم اي اعتراض يعني، هما برده كانوا زيي قالوا لي الحاجات دي موجوده في مصر، قلت لهم انا هروح اخد الخطوه فشجعوني. ماما بيشتغلوا ايه؟
ماما في البيت وبابايا دلوقتي على المعيش. يعني انا اتصور مثلا لو جه حد قال لي من العيله يعني ربنا يحميهم ويحفظهم كلهم، انا بعد ما اموت هعمل مش عارفه ايه، يعني اقول اول كلمه اقول له بعد الشر، هنتناقش في الموضوع ده بعد الشر، ما تفولش على نفسك، ده الكلام اللي بيقوله اهالينا. محدش لا محدش قال لي حاجه، اصل هي انت مش بتفولي على حد، يعني هي الكلام ده احنا الحقيقة مش ولا اي حاجه، انا لما ربنا هيجي وقتي ساعتها يحصل، لكن انا افول ما بفولش، بس يعني اقصد ان الموضوع كان فيه جرأة في البيت ان انتوا تطرحوه وتتناقشوا فيه بشكل منطقي. لا أنا قلت بعيدا لهم عن المشاعر، انا قلت لهم على طول، انا طلبت مفيش نقاش، قلت لهم ايه، انا رايحه اتبرع كذا كذا، تمام، طب فهمينا الدنيا ماشيه ازاي، هتعملي خطوات، هتروحي فين اصلا، هتعملي ايه، دي الاسئله اللي هم سالوها لي، رايحة الشهر العقاري، طب عارفة فين كده، طب تمام، اه تمام، طب انا رايحة بس كده. الله ده يعني انا مبسوطة قوي على فكرة بالمناقشة اللي حصلت في بيت سارة، يعني ياريت عيلة سريعة شوية يعني. لا وياريت حجم المناقشات كده يعني اوكي، انا مدرك ان ابني او بنتي مقتنعين بافكار انا شايف انها انسانية، فانا بس بعمل سبورت، طب عارف فين المكان، طب اساعدك في حاجة، كان يطمنوا بس الخطوات ازاي يعني. والرحلة انتهت بالتوصيق في 2019 و... ماشي نروح بقى للمهندس يوسف. رحلتك كانت قبل كده بشويتين. رحلتك انت كمان بدأت امتى يا باشمهندس؟ انا في 2017. ده توصيق ولا فكرة؟ التوصيق والفكرة ممكن الفرق بينهم كان شهر بس ما ترددتش؟ خالص. طب أنا جات لك منين؟ هي الفكرة انسانية ومنطقية، خلاص. انا بعد ما هموت اعضائي دي ملهاش لازمه، خلاص انا مش هستخدمها، فحد تاني هياخدها. السؤال بقى ليه لا ما اعملش كده، مش لاقي اي سبب ان هو يمنعني ان انا اعمل كده، فعملت كده، قعدت بقى اقرا بقى في القانون واللائحه التنفيذيه. اللائحه التنفيذيه هي موجوده بالفعل. استنى واحده بس، عشان الموضوع ده في ناس بتتفرج عليه دلوقتي هتقول اوكي انا فكرت بالمنطق، بس في حد زرع جواك الفكره، يعني مثلا شفنا ساره الافلام الاجنبي زرعت جواها الفكره، وشفنا افلام معموله بمنتهى الحرفيه عن الموضوع ده وساعدت في حياتنا. قصص حقيقيه يعني. وقصص حقيقيه. انت الفكره جات لك من المقال مثلا، برضو فيلم، وثيقه، وقعت هي جت من التابوهات او الحاجات اللي مسكانه ومقيدانا بلا اي سبب، بس فانا كنت بدور في التابوهات ده، عملت لسته كده منهم التبرع بالاعضاء، فقلت ليه لا، يعني هو ليه التابوه احنا خايفين منه ليه يعني، وهو موضوع سهل جدا وبسيط. خدت قرار على طول ان انا لازم ان انا ساهم في حاجه زي دي، وانا مش خسران في اي حاجه يعني، ما فيهاش اي نوع من الشجاعه، ولا صرفت اي حاجه ولا اي يعني ممكن اللي بيتبرع هو حي اقول لك ده حاجه انجاز وحد شجاع جدا، او اللي عمل اي حاجه جميله هو حي ده يعني تحسب له، انما انا مش شايف فيها اي شجاعه خالص يعني، هو ما الا بس قرار بسيط وخلاص يعني. اي بس بتواجه المجتمع، بتواجه عيلتك على الاقل، اول حد هواجهه انا بابا ماما، انا رايح امضي دلوقتي وثيقه ان انا بعد ما اتوفى. انا ما قلت لهمش اصلا. يعني ده اول مره يعرفوه معايا؟ لا عرفوا ساعتها بقى يعني، بعدها ممكن بسنه برضو يعني طلع الاعلام وكده، ف يعني ممكن بابا اول مره يعرف على الشاشه كده اللي هو ايه ده، انا ابني عمل كده. زعل مني، خد 15 يوم زعلان. وطبعا هو بابا ده يعني هو من المجتمع المصري، الاول زعل جدا واتصدم، وبعد كده الناس ابتدت تقول له ايه ده، تصدق هو ليه حق، هو احنا ايه اللي هنستفيده، فابتدى ان هو ايه ده صحيح، ده الفكره كويسه وبتاع، ابتدى يشجعني، طب انت في حد مثلا مخوفك من اي حاجه، طبعا اللي هو الهواجس المصري، حد يخطفك بتاع، طبعا مفيش الكلام ده، انا من 2017 خمس سنين محدش خطفني ولا هينفع يخطفني، لان الموضوع معقد اصلا طبيا، مفيش حاجه اسمها فكره ان انا اخطف حد عشان اخد اعضائه، ده علميا مش مظبوط يعني. بعدين دي حاجه تانية خالص، انت بتتكلم انا عامل تبرع بعد الوفاه يعني، فالمهم ان باباك اللي خصمك 15 يوم رجع بعد كده تقبل الفكره، بدا يناقش جداً. وبعدين دلوقتي بيشجعك. عندي اخواتي برضو كانوا رافضين الفكره، اتبرعوا، عندي اختي اتبرعت، واخويا وثق بس عنده مشكله في الشارع العقاري. انت من اي محافظه يا باشمهندس؟ اساسا من سوهاج. يا اهلا بالناس الطيبين كلهم. ساره اصلا اسكندريه. يا اهلا باهل بحري. سكهر يعني. عظيم. نروح بقى للشخصيه اللي شغلتها الفكره لدرجه انه الف فيها كتاب، الدكتور عاطف. دكتور عاطف بحراوي من البحيره وعايش في اسكندريه. عظيم. يعني الفكره انت كمان بدات عندك ازاي؟ بصي، وانا مش مالف كتاب في الفكره، هو انا الفت كتاب عن الانسانيه. لا انا بتكلم على الفكره بدات عندك انت. ما هي بدات من هنا، ما هي بدات من الكتاب. الفكره جات لك من الكتاب. من الكتاب. ده كان سنه كام؟ كتاب سنه 2019. تمام. كتبت كتاب عن الانسانيه، كيف ندير الاختلاف، كيف نعيش معا كاخوه، مسلم مسيحي علماني ليبرالي اسلامي ايا ما كان. نهيت الفكره
شفت قدامي نموذج الدكتور مصطفى محمود الله يرحمه. العلم والعمل، انا اضطرت فكريا لفكره الانسانيه والاخوه، كنت عايز اعمل حاجه، قعدت ادور لقيت فكره التبرع بالاعضاء، شفت التوكيل بتاع الباشمهندس يوسف على اليوم السابع نسخت التوكيل اديته لمحامي، حاولت في الشهر العقاري مره واثنين وثلاثه وفشلت. لما اسير الموضوع من 10 ايام اخذت صوره التوكيل بتاع زميل من الاسكندريه عمل، ورحت الشهر العقاري قلت له انا عايز زي ده اللي هو عمل فيه بالظبط. كانت الصدمه في الاول برضو، ليه عشان ايه ازاي المدير مش، قلت له انا عايز انتوا طالب اللي عندكم شيل الاسم وحط اسمي. الفكره بالنسبه لي انا ما عاصرتش حد ده من 10 ايام، من 10 ايام 26 مش 10 ايام، التوكيل وثق 26/9. الفكره بالنسبه لي فلسفيه اكتر منها حد مريض، وانا صيدلي وفاهم الامور شغاله ازاي، زي ما قال اخويا الباشمهندس يوسف فلسفه الموت، بعد الموت بعد ساعه بتنتهي الاعضاء لا قيمه لها، فالموضوع له شجاعه وله جراه، الموضوع من احياها فكانما احيا الناس جميعا. انا عملت صفحه على الفيسبوك من 2020 بدعو للفكره دي ونشرت وصيتي وبلغت اهلي وحاولت ادعم الفكره دي على مدار سنتين. اولادي انا مربيهم ليبراليين شويه، اتجوز ومخلف، لا ده احنا مرحله تانية خالص. انا عندي جامعه وعندي ثانويه عامه السنه دي وعندي رابعه ابتدائي. ما تكبرناش معاك ماشي بعدين. ايوه ما شاء الله. الزوجه كانت بتقول لي رايح مع خير رمضان بلاش حد يخطفك حد يجرح حاجه، كانت معترضه تماما يعني. الاهل جات لي تليفونات بعد اعلان التوثيق. أيوه. وجات لي فتاوى من المشايخ وجات لي مش من حقك وايجار، مع اني اعلنتها تماما انني لا افتي احدا. عندكم دار الافتاء، عندكم هيئه كبار العلماء في السعوديه من سنه 2000 الفتوى بتاعتها موجوده. عايز اقول لك في 20 الناس اللي بدات تتواصل معاك على الفيسبوك. عايز اقول لك في 2020 في المملكه العربيه السعوديه 2020 9000 وشويه عمليه زرع اعضاء. مصر فين؟ ده السؤال اللي بساله. في المملكه. أيوة احنا لا لسه جايين في ده كله، بس انت المهم ان الفكره بدات عندك وعيلتك، انت مربي العيله او عامل جو ليبرالي داخل العيله بنتناقش بشكل منطقي. زوجتك ما اتضايقتش؟ لا متضايقه لحد دلوقتي. وقيت لك ايه؟ صالحيه انت بقى. لا انا عايز اقول لحضرتك، انا دخلت عليا زبونه الصيدليه اول امبارح. ايوه بتضحك بسخريه مش مصدقه نفسها، ايه اللي انت بتعمله ده دكتور؟ وهي عرفت منين يفور بقى؟ ما انا سجلت في مواقع وانا بكتب، لان انا عندي مدونه خاصه بيا وعندي مجموعه كتب، الناس عارفاك، فانا متبني الفكره، مش القضيه مش شخص عاطف، انا عايز من 110 مليون 10 مليون عاطف ويوسف وساره وغيرهم. فانا صاحب فكره، يعني احنا كاشخاص بندعو الفكره، قيمتنا مش لا شيء، لان ما نخش في التقنيات بعد كده. وضع اعتراض مراتك ايه اللي مخليها زعلانه منك لحد الوضع دي. الاجتماعي ازاي بتبشر على نفسك، الموروث الديني، طب الملائكه لما يقوموك في القبر ويحاسبوك كده عضوك اللي راح ده هيجي ازاي وهتحس بايه في الموضوع. الموروث الديني موجود في الموضوع ده، موجود نظريه ان حد ممكن ياذيك عشان ياخد اعضائك. من الاعتراضات اللي جات لي ممكن اكلينيكيا في المستشفى ياخدوا منك او يسيبوك تموت عشان ياخدوا اعضائك، دي كلها من الناحيه الدينيه طبعا. وانت ردودك عليها بتجيبها منين؟ لا انا بحكم ثقافتي الدينيه فانا بعرف ارد كويس، بحكم قراءاتي واطلاعاتي الفلسفيه انا مؤمن بالفكره. طب والدار الافتاء بالفتوى والتصريح اللي طلعته مؤخرا المتعلق بزراعه الاعضاء وانها شيء مباح لانها فعلا تحت تندرج تحت من احياها فكانما احيا الناس جميعا، دي ساعدت معاك شويه في اقناعك لزوجتك ولا لسه برضو ما زالت؟ لا انا لا، هي الى حد ما هي مش من الناحيه، هي يعني زي ما نقول التفويل او الفقل او الخوف او قلبها مش مطوعه انجاز التعبير. يعني بس يعني احنا زي ما قلنا او زي ما بيقول هنا يعني اصدقائنا واخواتنا هنا في الاستوديو ان الموضوع يا جماعه ما هوش شجاعه، ده بعد ما اموت يعني. بس بالزبط. بس المجازفه في ان يبقى في نظريه مؤامره، دول ممكن يخطفوكوا او تدخل المستشفى فيموتوكوا او تسيبوكوا تموتوا علشان ياخدوا الاعضاء بتاعتكم. يعني احنا قدامنا مراحل كتير قوي علشان الموضوع ده. خافت العيله عندك من حاجه شبه كده ساره؟ لا خالص. طيب انا عايزه اروح لمرحله التوثيق، والحقيقه انا هبداها من يعني اول حد عملها وهو طبعا الباشمهندس 2017. يعني ده الناس ما قالتش يا هادي حتى في حكايه واخدت شهر، اسرع حد في الدنيا اخد قرار التبرع بالاعضاء ساعتها، لا في بقى في الشهر العقاري توثيق التبرع بالاعضاء ولا بيعرفوا حاجه عن الموضوع ده اصلا يعني. تمام. عملت ده ازاي بقى؟ هو طبعا احنا اول 16 واحد اللي اتبرعوا دلوقتي هو كلهم عانوا في الشهر العقاري بسبب ان هم ما عندهمش لسه المعلومات الكافيه، الموظف ما عندوش المعلومات الكافيه على الموضوع ده. الحاجة التانية فكرة أعضاء في ذهن الموظف إن ده تجارة، يعني أنت بتقول أنا بتبرع بعد الوفاء
يقول لك لا طب انت تتبرع لمين يا عم ما اعرفش بعد الوفاه. فعنده الخوف ده. انا عملتها من خلال ان انا قريت القانون، خدت القانون وقريته، قريت اللائحه التنفيذيه بتاعته، رحت الشهر العقاري، كان في حد هناك، حد جميل جدا دكتور احمد حسن وانا بشكره، كان ده مدير الشهر العقاري، كان متفاعل جدا وقال لي اتفضل يا باشمهندس وهات القوانين ونقرا، وصيغنا عملنا الصيغه دي كنت انا والدكتور احمد. وبعد كده رحت لمصلحه الشهر العقاري اكدناها مع الدكتوره استاذه عايده الزيني هناك يعني ربنا يمسيها بخير، وخدنا موافقه ابروف ان ده ما فيهاش ادنى مشكله قانونيه. رحت وزاره الصحه استشارنا فيها، كان ساعتها المستشار القانوني لوزير الصحه وقال كله تمام، وثقنا وديت الوثيقه دي لوزاره الصحه اللجنه العليا لزراعه اعضاء، وساعتها راح قالوا لي ده انت اول واحد تعمل القصه دي، فاول واحد ازاي يعني ما فيش حد انت يعني اول حد فعلا عمل القصه. فابتدت بعد كده الناس اللي هي عايزه تعمل انت عملتها ازاي، بندي له الصيغه، بيروح شارع عقاري بيحارب في شارع عقاري عشان يعرفوا، وده هي المشكله الوقت احنا واقفين في الحته دي دلوقتي. على فكره وصدر قرار مؤخرا من السيد وزير العدل بتنبيهات لمصلحه الشهر العقاري ان اي حد عايز يوثق مع شويه شروط، والشروط دي انا شايفاها ممكن تنفي الموضوع من اساسه اساسا، بس هنسال فيه الشق القانوني. هو اصلا هقول لك ليه. طب انا اقول لحضرتك ان هو المنشور ده اصلا هو الحاقا للمنشور القديم اللي في 2011 يعني هو الحاق، فهو مش جديد بس تذكره للموظفين، بس الموظفين عندهم مخاوف بطريقه تانية. بس ده مش بيقول لك ان لازم تعين فيه من هو الشخص، يعني انا معايا هي نسخه من الوثيقه اللي من القرار بتاع مصلحه الشهر العقاري، اهو نسخه من القرار. ده رقم كام؟ 28. ده اخر حاجه اللي هو حاطط فيه كل الارقام اللي كويس. البنود اللي عملها تمام. هو بصراحه قايل ده هو اولا ده منشور فني من للمصلحه رقم علشان سنه 9 تاريخ 29 9. كل ما يقوم به هو التصديق على التوقيع صح. يعني ان الموقع هنا هو نفس الشخص يا جماعه صح. فانا مش بصدق على الكلام اللي موجود، انا ماليش علاقه بالكلام، انا بصدق على توقيع هذا الشخص فقط لا غير، فماليش علاقه بقى انت كاتب فيه ان شاء الله حتى يعني صباح الخير. يا ريت يعملوا كده. ما انا بقول هو ده اللي موجود. الحاجه الثانيه ان بيقول لك ان بعيدا عن على وجه التحديد ايه هو نوع العضو اللي انت عايز تتبرع بيه، فانت لازم تذكره مفصل كويس. الحاجه الثانيه او النسيج او غيره. الحاجه الثانيه انك تشهد انه بدون مقابل مادي كويس. الحاجه الثالثه هي السن، هما محددينه لحد 60 سنه كويس. يقدر يتبرع بالكلى غيره، واللي تحت 18 سنه او فوق 18 سنه، لكن كويس. الحاجه اللي وقفت قدامها ان يكون التبرع الى قريب من الدرجه الثانيه. طيب. اذا كان المتبرع غير ذلك عشان المشاهد ما يتلخبطش. هي دي. لا لا ده مش قريب هو المنشور، وانت مش محدد اسم الشخص. انا هقول لحضرتك هو المنشور بيتكلم عن التبرع بالاعضاء عامه. التبرع بالاعضاء ليه نوعين، وانت من حي الحي وفي من متوفى الحي. صحيح. البند الاول كله هو اللي بيتكلم عن حي الحي، اللي هو حاطط فيه السن وحاطط فيه انك لازم تحدد مين وكل حاجه، ده من حي الحي. بند رقم 2 ماده الثانيه على طول منه بيقول ان هو من متوفى الحي اشتراطات معينه، مش طبعا مش شرط انك انت تذكر اسم اللي هتتبرع له لان انت ما بتعرفوش، بس انت لازم تحدد العضو، لازم تقول دي في البنود اللي رايحه دلوقتي للشهر العقاري. ماده 1 بيتكلم انه من حي الحي. ماشي. ماده 2 بيتكلم انه متوفى الحي وبيحدد يعني فيها الشروط ايه، انك مش هجيب لحضرتك مش من مش من مش من الشروط الاساسيه انك تكتب اسم الاشخاص. انت عارف ان دي ثغره قانونيه دلوقتي بيتكلم فيها القانونيين. لا يا فندم. ان اذا كانت وصيه فلازم تكون موجهه ومحدده باسم شخص. هي مش وصيه يا استاذه، هي اقرار. عارف هو لو وصيه يبقى ملهاش لازمه اصلا. أدرك هو بيقولوا اذا تم معاملتها على انها معامله الوصيه فلازم يكون مذكور فيها اسماء الاشخاص المستفيدين. اذا تم معاملتها على اساس انها اقرار فبالتالي قابل لانه يتم الغاءه، لان الشخص نفسه اللي عمل الاقرار اصبح غير موجود بعد وفاته، ودي مشكله معضله. لا انت بتعملي اتفضل هطلعه لك انا المنشور قبل ما تطلعه. أوكي. اكون انا سالت ساره بالظبط. ساره انت قابلتي مشكله وانت بتسجلي في شهر العقاري؟ نفس المشكله، هم مش عارفين اصلا، هو اصلا انت بتروحي له وهو بيتخض، وهو عند الدنيا زحمه اصلا في شهر عقاري، فهو مش فايق لك اصلا. ده حد جاي يعني مجنون وانا مش عارف اقول بالظبط على الصبح كده، انا عارفه اللي هو بيبصوا لك كده اللي هو ايه، دي واحده بقى اتجننت واحنا ايه عندنا شغل كتير، فاللي هو مش فاضيين. فجبت بقى صديق ليا يعرف المدير هناك، فقال لي انا عندي علم بس انا ما قلتهوش للناس اللي شغاله عندي، ما حدش طلبه مني قبل كده. فقلت له طب انا طبعا حكايه تدخل صديق دي عشان يتم تاكيد الموضوع جدي، انا حد طبيعي وبكامل قواي العقليه يعني. وانا جاي اتكلم وانا ومعايا شاهد اهو يعرفك شخصيا. فده ساعدني برضو ان انا يبقى في حد معايا يعني. بس هو بقى الفكره ما كانش عندهم اصلا الاقرار عامل ازاي، فجبته على فلاشه معايا. لا انا مش عايزه بي دي اف، انا عايزه وورد. فابتديت يعني مشكله في حاجات كتير عشان في الاخر، فبعد ما بيقراه كمان هو يتخضوا
يبتدي بقى الخضه، فراح خلى بدل الشخص ده اللي بيعمله خلى حد تاني يعمله من غير ما يقراه. فانت بتلفي بقى، انت كل ده يوم بحلو، فاهمه؟ انت يعني يوم بحلو عشان تطلعي الورقة، عشان تطلعي ورقه من كدا. هي طلعت قبل كده، ما طلعت قبل كده. طيب بس من أنا حته تانية، انا مكان تاني، انا جبت القرار. القرار ده اللي هو صدر يوم الخميس اللي فات، وده معتمد بقى غير ده. انا ده طيب. ما اعرفش يعني قولي اخر جزئيه بس الخاصه بالنقل من هو ثانيا ده هو اللي بيتكلم من متوفي الحي. هو حاطط ثلاث شروط. الشرط الاولاني ان هو يكون مصر الجنسيه، لان انا اللي هتبرع لي واللي هتبرع له يكون مصر الجنسيه. تمام. بس مش لازم ان انا اذكر فيه يعني، ولا يشترط تعيين الموصى اليه. هو كاتبها كده، ولا يشترط تعيين يعني الموصى اليه. ممكن ما تحطش اسم الشخص اللي انت هتبرع له لانه مش شكل عام. اوكي بالظبط كده، انا ده موافق. تمام. أوكي. الحاجه الثانيه لازم اكتب بيانات العضو اللي انا عايز اتبرع بيه. هل هو قلب، هل هو كلى، هل هو ايه بالظبط اللي انا عايز اتبرع بيه. فانت بتكتب فيها كل ما يصلح او الاعضاء القابله للنقل. بالظبط كده. حتى مستقبلا، حتى مستقبلا لو العلم اكتشف حاجه لسه ما اكتشفهاش دلوقتي، انا موافق انها تتاخد. بالظبط. الحاجه الثالثه ان تكون الوصيه مكتوب البيانات الشخصيه بتاعتي، رقم القومي بتاعي ومعلومات المتبرع. هو في برضو رقم ثلاثة مكرر، يعني هو المفروض اربعه. هي اهم جزئيه تكون متبرع بدون مقابل. بس اهم جزئيه فيه ان ما فيش اشتراط لانك تكتب ان التبرع ده رايح لحد ولا لا، بس عند التطبيق قانونا وفق القانون الناس بتقول فيه ثغرات قانونيه خالص. معنا واحده من المحاربات، هي من اكبر الاسماء لانها حربت من لحظه الصفر، من لحظه زيرو في هذا الملف، وهي اول من تحدث فيه في مصر بشكل علني للناس، كانت مؤمنه بيه وحتى الان، الدكتوره ليلى تكلا القانونيه والخبيره الدوليه. اهلا بحضرتك معانا دكتوره ليلى. واتمنى حضرتك توطي صوت التلفزيون علشان نقدر نسمع بعض كويس، كلام مهم انا محتاجه اسمعه وكل مشاهدينا. واطي خالص كده. عظيم، اهلا بيك يا دكتوره ليلى، منورانا في حديث القاهره. اهلا بيك يا استاذه كريمه. اهلا بيك. وضيوفك اللي اسعدوني وحققوا حلم يعني كنت بحلم بيه سنين طويله، فارجوكي تشكريهم لي سواء اسماء او يوسف. هم موجودين، واحنا كمان سعدة بان ثمره الفكره دي موجوده على الارض، وقناعات شباب زي الورد بيفكروا الافكار اللي زرعتوها من سنين كتيره جدا وحاربتي عشانها يا دكتوره ليلى. الله يخليكي. بصي انا هحاول اجيب على اقول لك، انت عايزه تعرفي رايي في الموضوع، هحاول على اجيبه في ثلاث نقط عشان وقت البرنامج. الخلفية نمرة واحد، نمرة اثنين الواقع اليوم هو ايه، نمرة ثلاثة ما هو المطلوب. كويس. الخلفية مهمة ليه؟ لان انت عندكم حاجة في البرنامج بيطلع واحد يقول فيك موضوعات لما حد يتكلم فيها بيلاقي حد يغطي عليه كده يقول له بلاش احسن تتكلم في الموضوع ده، مش انتوا عندكم حاجة كده فقرة بتقول كده؟ اهو ده حصل لي. أول ما بدأت أتكلم في هذا الموضوع منذ حوالي أكثر من 20 سنة، في ناس كده ميلوا عليا يقولوا لي إيه بلاش تتكلمي في الموضوع ده، ناس يحبوني يعني عايزين مصلحتي، قالوا لي لأن ده موضوع الدين ضده والشريعة ضده وأنت مسيحية والإخوان أوريدي متربصين بيكي وبرائك التقدمية فبلاش أحسن. طبعًا دي خضتني ويمكن مش خلتني أبطل، شجعتني زيادة. فبدأت أكتب في هذا الموضوع في مقالاتي في الأهرام وكلمت فيه في مجلس الشعب وفعلا صدر قانون انا عايزه ادي الفضل فيه اياميها للدكتور عوض تاج الدين. محمد عوض تاج الدين طبعا حارب عشانه كتير وقتها. صحيح. كان هو وزير وما زال من اللي معانا في المجموعه. صحيح. لكن اكتشفت ايه بقى يا استاذه كريمه؟ ان فعلا هناك تباعد كبير جدا بين الفكر الذي يقبل مثل هذه الفكره وبين الفكر السائد. بعدين تغيرت الظروف بقى ودي عشناها، احنا جيلنا عاش حاجات تغيرت فيها الظروف بعد ثورة التحرير في يونيو، وابتدوا الناس يفكروا وابتدينا أعمال العقل وبدأوا الناس يشعروا أن رئيس الدولة شخصيا مهتم بصحة كل مواطن وبكرامة كل مواطن وبكل ما فيه خير المواطنين، فبدأت الحكاية تعود. فدي حاجة يعني أنا سعيدة بيها، لكن اللي ما عاشوهاش ما شافوش إزاي كان ممنوع نتكلم حتى طبعا كان يعني كلها تابوهات ممنوع الاقتراب منها وأنت مدانة من قبل ما تتكلمي. بالظبط. النهاردة نلاقي أنتوا كمحطة ممتازة وطنية أثرتوا الموضوع، واحد زي خالد منتصر شخص كاتب طبعًا. مرموق كتب في وعضو في مجلس
عضو في مجلس الشيوخ طلب إنشاء بنك للعيون. صحيح. وإحنا أخذناه استضفناه هنا معانا في حديث القاهرة وتكلمنا باستفاضة. بالضبط. وفي أنتوا استضفتوا كمان دكتور كان دكتور اسمه أسامة. ده صحيح. بالفعل ساعدنا في عمل عمليات زرع قرنية. في الدكتور المتيني بقيمته وكرامته. ومازال استضفناه ومازال هو على رأس القائمة اللي بتطالب بده. بس إحنا مازلنا عند نقطة مش بس قبول. عايز اقول لك ايه، كل الحاجات الايجابيه دي انا بذكرها لك عشان الناس يعرفوا الفرق بين ما كان وما اصبح. صحيح. ان الشباب اللي بيشكوا مش عارف ان احنا جيلنا عاش في وقت كان كل كلام فيما في صالح الوطن كان صعب، دلوقتي حصل ده كله. وبعدين يجي وزير الصحه اللي هو الدكتور خالد وهو من الوزراء اللي بيعملوا يعني مع الناس وعارف الوحيد اللي نمر التليفونه available وبيتكلم وبيرد على كل الناس واعلن انه هيعمل مركز لزراعه الاعضاء. كل الحاجات دي هي جميله جدا وتغمرني بالسعاده. انما عايز اقول لك حاجه، علشان كل هذه السعاده ما تبقاش بس لحالات كده هو متفرقه وبقاش صعب ان الواحد، في امرين لازم دلوقتي نواجههم ونطالب بيهم عشان تكمل الموضوع ويبقى بننفذ وبنطبق ومش بس نكتفي بحاله او اثنين او ثلاثه. المساله الاولى اللي هي وجود الاعضاء، لان مهما كان في وعي انما ما فيش اعضاء نزرعها يبقى هنزرع ايه؟ يبقى المتبرعين فيها. يعني الاعضاء هتيجي ازاي؟ دي النقطه الاساسيه والمهمه. النقطه الثانيه ايه؟ الوصل بين الشخص اللي عاوز يدي، ايه الاليه الاتصال بين الشخص اللي عاوز يتبرع والجهة الرسمية اللي هتاخد هذا التبرع. بالنسبة لموضوع هذه الصلة، أغلب الدول لما درسنا لقينا أنه بيحطوه في البطاقة الشخصية، فسألنا على هذا الموضوع وعلمت من وزير الداخلية نفسه أن ليس لوزارة الداخلية أن هي تضع هذا، إنما هذا يجب أن يصدر من مجلس النواب. وده اللي قالنا عليه الدكتور محمد عوض تاج الدين، أن حاليا جاري بحث هذه المسألة، وده كان تصريح عظيم جدا. بالضبط. بس لا، مش بحث الحكومة، لازم مجلس النواب يطل هو اللي يصدر القرار. فكلمنا رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب وهو وزير صحة سابق ووعد بالاهتمام بالموضوع، إنما ما عملوش اجتماع. فالمناشدة الأولى اللي بنناشدها من خلال برنامجك دي أفضل ختام. اتفضلي يا دكتورة ليلى، هختم بالمناشدة بتاعت حضرتك لأن وقتنا خلص كده. اتفضلي. نعم. اتفضلي يا دكتور. لا، بقول لك لازم نناشد وزير الصحة، وزير الصحة إنه يطلب مجلس الشعب صدور. لا شوفي انت دلوقتي، من الاول نطالب رئيس لجنه الصحه في مجلس النواب عقد لجنه اقتراح برغبه. ما هو لازم اكمل الفكره عشان تبقى كامله وإحنا نبقى بنتكلم بس. طبعا. اتفضلي يا دكتور. ازاي نجيب الاعضاء وازاي نوصل الاعضاء دي عاوزه دراسه وعاوزه يمكن وقت تاني ابقى اكلمك فيها. لا شكرا. بالعكس، يعني احنا دلوقتي قلنا ان احنا محتاجين اجتماع للجنه الصحه بمجلس النواب عشان تناقش. أيوة. هذه الفكره، ودي اول مناشده. في اي مناشدات تانية يا دكتوره ليلى؟ ايوه في مناشده لوزير وزير الصحه برضو انه هو، لا المناشده الاولى لرئيس لجنه الصحه في مجلس النواب، المناشده الثانيه لوزير الصحه، لان السائل اللي بنحصى مفروض نحصص فيه القرنيات للعيون. وانا كوني بهتم بالعيون مش معناها اني مش بهتم ببقيه الاعضاء، انما بهتم بيها لسببين. لان اولا ان هي ما فيهاش تقطيع جثه، والاعتراضات الدينيه بعت لكم انا 12 راي راجل. ناقشناها مع حضرتك كمان قبل كده لانها نقل نسيج مش نقل عضو. بالظبط كده. فدلوقتي انتوا عاوزينه ان هو دي، ودي السائل ده غير موجود في مصر ولا يوجد على قائمه استيراد الادويه المطلوب استيرادها، فلابد ان ده يستورد عشان لما ناس يدوا القرنيه يبقى نلاقي حاجه نحفظها فيها. اهم واضح. من هذا وذاك ان يكون في حمله توعيه ذكيه عمليه علميه يشارك فيها انتم والمفكرين وقصور الثقافة ومراكز الشباب ومجلس المرأة، تدعو الناس للتبرع، لأن المشكلة الأولى هي عدم وجود الأعضاء اللي هنزرعها. وده اللي احنا بنعمله هنا يا دكتورة ليلى. احنا موجودين يا دكتورة. مفيش أعضاء نزرعها. موجودين. ده اللي بنعمله دلوقتي يا دكتورة ليلى، إيد في إيد، وحضرتك بدأتي الفكرة وإحنا مكملين هنا وهنستمر فيها لحد ما يتم اعتمادها والمناشدات دي تحقق. شكرا جزيلا دكتورة ليلى تكلى عارفة، وقتنا خلص.
وانا مضطره ان انا اشكركم، لكن مع الشكر ده انا بوعدكم ان احنا هنعمل الملف ده مره ثانيه. انا عايز دقيقه واحده، لان انا كده المظلوم في الموضوع. انا عايز دقيقه واحده بس. انا بعيدا عن الشق القانوني يتولاه القانونيين، النواب يتولاه النواب. انا عايز اقول ان التبرع بالاعضاء يا جماعه مش اللي ميت في البيت هنوديه يتفتح يتفرغ في المستشفى. عندنا نوعين من الموت، موت سكته قلبيه ما بينفعش ناخد اعضاء، لو في مستشفى ممكن يتاخد انسجه زي القرنيه او صمامات القلب. عندنا موت السكته الدماغيه اللي هو الدماغ اللي بيموت والاعضاء شغاله، ده اللي بينقل منه الاعضاء. في قوانين، في 2 اطباء هيشهدوا على كده، في حاجه اسمها التوافق النسيجي. عايز اقول ان الاساس زي ما قالت الدكتوره وجود المتبرعين، لما يبقى عندي 1,000,000 متبرع ممكن ناخد منهم 1,000, 2,000, 10، مش المليون هيتاخد منهم. عشان كده انتوا معانا النهارده على فكره يا دكتور، علشان نقول للناس اذا كان شبابنا اللي زي الورد بداوا يؤمنوا بالفكره وبيعملوا ده كله، يبقى احنا من هنا بنقول ان احنا هم موجودين معانا. ده مش الحوار الاول ولا الاخير، لان ده ملف حديث القاهره. احنا بنشكرهم وفخورين بيهم، فخورين جدا جدا بيك يا ساره، وفخورين بالقوه والجرأه اللي اتعملتي بيها، وفخورين بالشهر اللي ما اخدش اكتر منه عشان تقتنع وتنفذ 2017 المهندس يوسف والدكتور عاطف عثمان. شكرا جزيلا. من احياها فكانما احيا الناس جميعا. الله، مفيش ختام احسن من كده. شكرا لكم على المتابعه. اخذنا وقت فوق الوقت، لكن بكره ان شاء الله 9 مساء هنقابلكم وحديث القاهره. تصبحوا على خير.